بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم يا دكاترة؟ يا رب تكونوا في أحسن الأحوال. النهاردة إن شاء الله هنبتدي كورس جديد في أمراض الجلدية، يعني حبيت أطلق عليه ديرما نيوكاس. بصراحة حبيت أطلق عليه هذا الاسم لأن إحنا بيكون عندنا مشكلة كبيرة إن إحنا بعد ما بنذاكر الجلدية ونقفل الجلدية، مش بيومين ولا بثلاثة، لا أنت في وقتها بالظبط، مجرد ما بتقفل الكتاب بتيجي بعدها بلحظه كده انا كنت بذاكر ايه، بتلاقي فيه معلومات بتتطاير، ودي طبيعه الجلديه انها فولاتايل ماتيريال. فعلشان كده كان افضل حاجه ان احنا نبتدي نعمل زي نيوكليوس او نواه للجلديه، بحيث لما نيجي بعد كده نذاكر اي موضوع يبقى عندنا، نقول ايه، عندنا نواه او نيوكليوس نقدر نبني عليها اي موضوع. ولهذا سمينا اسم الايه الكورس ده ان شاء الله ديرما نيوكليوس. طيب مبدئيا كده يا دكاتره، احنا عايزين نعرف الكورس الهدف منه ايه، غير ان احنا نكون النواه اللي احنا عايزينها، بحيث بعد كده مهما اقرا من تكست بوكس يبقى الموضوع بالنسبه لي جاست ايه، ان انا بزود معلومات مش بعرف معلومات جديده. الديرما نيوكلياس كورس بصراحه المشاكل دايما اللي احنا بنتعرض لها، او حتى احنا دلوقتي واحنا بنذاكر بنجد ان انت لما بتيجي تذاكر كل كتاب بيبقى ليه طريقه مختلفه، وكل تكست بوك بيبتدي يعرض المعلومه بطريقه اللي تناسب التكست بوكس، فبالتالي لما تيجي تحاول تجمع كل المعلومات دي مع بعض بتجد ان انت مش قادر توظف المعلومات دي من الناحيه النظريه واحيانا من الناحيه الايه الكلينيكيه. لذلك كان الهدف من الكورس بتاعنا قبل كده اللي هو عملناه السنه اللي فاتت، ان احنا يبقى لينا طريقه او نموذج او خريطه، الطريقه دي او النموذج ده او الخريطه دي نقدر نبني عليها اي معلومه من اي سورس هقرا منه. ولما يكون عندي الخريطه دي ولما يكون عندي الكتاب ده اللي انا مثلا بعمله لنفسي، اي معلومه زياده انا هعرف اعمل لها او اوزنها. مهم جدا يا دكاتره في الجلديه ان انت تبتدي توزن المعلومات، هل المعلومه دي قيمه ولا غير قيمة، أضيفها ليا ولا بلاش، لأن على هذا الأساس أنت بتبتدي إيه، بتبتدي يا إما تحتفظ بالمعلومة يا إما تبتدي تتخطى المعلومة لمعلومة أهم. تمام، يبقى المهم اللي احنا هنعمله إن شاء الله خلال المدة اللي احنا هندرس فيها الكورس بتاعنا، إن احنا يبقى لينا إيه زي ما قلنا زي خريطة، الخريطة دي خريطة ذهنية من المقام الأول، بحيث أول ما بتفتح أي موضوع في أي تكست بوك بتبتدي انت تحط البوينت اللي انت بتدور عليه. وبعد كده البوينت على فكره اللي انت حاططها دي انت ممكن تكون ذاكرت الموضوع ده مره واثنين وثلاثه واربعه، كويس، فانت عارف معلومات اساسيه، ولكن انا عايز ازود المعلومه لربما يكون في معلومه سبيسيفيك في الجزء اللي انا بدور عليه. فاذا احنا في الكورس مش بس هنعمل خريطه ذهنيه، لا لا لا، احنا هنطور طريقه البحث بتاعتنا بحيث لما افتح اي تكست بوك يبقى بالنسبة لي في معلومات ثابتة عندي اللي هي بين قوسين النيوكليس، وفي معلومات ممكن أزودها ومعلومات بالنسبة لي هتبقى بتلخبطني. طيب النقطة المهمة برضو يا دكاترة في الكورس، إن مش بس هنعمل خريطة ذهنية ودي هوريها لكم دلوقتي، لأ، الفكرة كلها إن إحنا أحيانا لما بنيجي نذاكر بتجد إن الموضوع من أول ما تبتدي تقراه لحد ما توصل لآخره أنت استفدت، مش هنقول ما استفدتش، ولكن في نقاط انا مش عارف النقطه دي، انا مش فاهمها، متلخبط فيها، اضيفها ولا ما اضيفهاش. فكل الحشو الغير مهم احنا عاملين له اكسكلوجن، تاني كل الحشو الغير مهم احنا عاملين له اكسكلوجن، لو حاجه مهمه وصعبه هتدرس وتتفهم ان شاء الله. طيب تعالوا كده في البدايه نعرف الطريقه اللي احنا هنمشي عليها او هنشرح بيها الكورس. عايزين نعرف ايه النقاط اللي انا لازم اتكلم عنها في اي موضوع، اي موضوع بتذاكر منه. لذلك انت دايما لما تيجي تذاكر ممكن تلاقي موضوع واخد اربع خمس سطور، اربع خمس سطور والله بعقلنا البشري المفروض تحفظه، ولكن هتجد ان انت، انا فاكر ان كان في اربع خمس سطور بس مش فاكر كانوا عن ايه. هل كانوا عن الابيديميولوجي؟ هل ذكر كلمه باثوجينيسيس؟ هل اتكلم على الايتيولوجي؟ هل ذكر نقطه مهمه في الكلينيكال بيكتشر؟ هل وضح انفستيجيشن معين؟ هل قال لي تريتمنت؟ فبتجد ان في زي حاله ضبابيه او جراي كده قدامك، انا مش عارف الحته دي كانت بتتكلم عنها. كل ده هنبتدي واحنا بنذاكر يا دكاتره هنقول احنا عندنا
واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة، لازم أبتدي أفولفيل البوينتس دي. زي بالظبط لما بتخش على امتحان، الامتحان ده بتبتدي تاخد تشيك، يعني يقول لك امتحان تشيك ليست. فاحنا هنعمل في الكورس ده تشيك ليست لأي موضوع هتدخله، لازم يبقى عندك تشيك ليست أملى للتشيك ليست بتاعتك. طيب تعالوا كده نبتدي في المابس بتاعتنا أو الماب بتاعتنا، إحنا إزاي هنبتدي نتكلم عن أي موضوع. صلوا على النبي. أي موضوع يا دكاترة احنا عايزين نتكلم فيه عن 6 نقاط. يعني هنتكلم عن اي موضوع، نقول مثلا زي الموضوع اللي هنبتدي بيها النهارده اللي هي البابلوس كوينس، فاحنا عندنا مثلا سرايسز، اللايكن، البترياسيس روزية، البترياسيس روبروبيلاريس، عندنا الاكيوت جرافت فيرسس هوست ديزيز، كرونيك جرافت فيرسس هوست ديزيز، امراض كتيره جدا جدا. طيب انا دلوقتي هل الامراض دي هل اقدر اخليهم كلهم مشتركين في نقاط ثابته؟ الإجابة أي. طيب كل الأمراض دي أنا لازم أتكلم عن نقاط معينة. الإيتيولوجي، الإبيديميولوجي، الباثوجينيسيس، الكلينيكال بيكتشر، الانفستيجيشن، التريتمنت. يبقى أنا دلوقتي يا دكاترة المفروض يكون عندي 6 نقاط في أي درس، في أي توبيك أنا بقرأ، لازم أبتدي وأنا بمسك القلم وفاتح التكست بوك ابتدي اكتب انا عندي 1 2 3 4 5 6، اجمع النقاط دي. لذلك هتلاقي دايما الكتب الملخصات تلاقي دايما بيتارجت المعلومه المهمه في الايتيولوجي، يتارجت المعلومه المهمه في الابيديميولوجي. بل بالعكس انا هقول لك لو انت حبيت بعد كده تعمل كتاب، من السهل ان انت تعمل كتاب. ازاي؟ خلاص انا عارف ايه النقاط المهمه وابتدي اصيغ كتاب بطريقتي انا وبالشكل اللي انا عايزه. لذلك هتلاقي من الكتب المشهوره جدا علي خان وسيما جان، وكتب ليها وضعها فعليا، ومع ذلك تلاقي الكتاب 300 صفحه او 400 صفحه. ليه؟ هو ماشي بنفس المبدا. ايه اهم حاجه في الايتيولوجي؟ ايه اهم حاجه في الابيديميولوجي؟ ايه اهم حاجه في الباثوجينيسيس؟ خلي بالكم معظم التكست بوكس مليانه حشو. فمثلا بدل ما يقول لك كوتو اميون، خلاص ادلت فيميل، بس ميدل ايدج فيميل، خلاص كده جاب لك الايه؟ الخلاصه. الباثوجينيسيس مثلا 1 2 3. تعالوا دلوقتي ناخد ايتم ايتم من الستة ونشوف احنا ممكن نطلع منه بايه. وزي ما قلت لكم احنا هنتعلم برضو وانت بتجاوب. كان زمان امتحاناتنا في جامعة عين شمس كانت بتبقى جيف ان اكونت اون. فلما كان جالنا مرة امتحان اذكر يعني جيف ان اكونت اون، وكان سؤال يعني يعتبر جراحة مش جلدية، وانا بيني وبينكم ما كنتش قريته بقالي مثلا بتاع حوالي ايه سنة او حاجة مش مهمة في الجلدية، ولكن على حظك العسر بقى ايه جت في الامتحان. فابتديت اعمل ايه؟ مشيت على الخريطه اللي هو ايتيولوجي، ابيديميولوجي، باثوجينيسيس، كلينيكال بيكتشر، انفستيجيشن، تريتمنت. مش انت عايز مني 6 نقاط دي وانا هديهم لك؟ كويس. طب الايتيولوجي ايه؟ اي موضوع في الدنيا، اي حاجه في الدنيا. تعالوا نفكر كده بيني وبينك، لما اقول لك ايه سبب اي حاجه في الدنيا عايزك تبتدي كده تطلع لي ايه اسهم من دماغك كويس وتبتدي تفكر. عايز اقول لك الجلديه مفيش اشهر من كلمه واحده، ايتيولوجي انون، ايديوباثيك. كويس. وده وارد يكون من ضمن الامراض او من ضمن الاسباب للامراض حاجه ايديوباثيك. انت هتجد على فكره معظم الجلديه الايتيولوجي الانيشيتور بتاعك ايديوباثيك، ما عدا الحاجات المعروفه جيناتيك مثلا. كويس. ده الجين الفلاني والفلاني اتضرب، وده اوتوسومال ريسيسيف، اوتوسومال دوميننت، اكس لينكد ريسيسيف، اكس لينكد دوميننت. كويس. اهم حاجه الخريطه دي تخرج بيها النهارده. لو خرجت بيها النهارده ده بالنسبه لي يعني ده بالنسبه لي كده مرضي جدا جدا. فالايديوباثيك ده ربما يكون سبب من اسباب امراض الجلديه. عندنا مثلا جيناتيك، وبيني وبينكم الجيناتيك ده هيبقى عباره عن شابتر كبير جدا جدا من اصعب الشباتر اللي موجوده عندنا في الجلديه، الجينوديرماتوزس بامراضه المتشعبه والصعبه جدا جدا. طيب والجيناتيك ده لما تيجي تتكلم عنه تبتدي زي ما قلنا تفسر فيه اكس لينك دوميننت، اكس لينك ريسيسيف، اوتوسومال دوميننت، اوتوسومال ريسيسيف. وعلى هذا الاساس يا دكاتره انت ممكن تبتدي تطلع معلومات كتيره جدا جدا من جاست اقول لك جيناتيك. طيب ايه تاني؟ انفكشن. خلي بالك نقطه الانفكشن دي بتنقسم الى قسمين. يعني لما اجي اقول لك مثلا واحد جاله هيربس سيمبلكس، ايه السبب؟ هتقول لي هيربس سيمبلكس فيروس. او بيشنت جات لها هيربس زوستر، فهتقول لي السبب فاريسيلا زوستر فيروس او الهيومن هيربس فيروس 3. فاذا الانفكشن ركز معايا ليها شقين يا صديقي. الشق الاول ان بتكون الانفكشن لها علاقه مباشره بالمرض،
فنقول مثلا ان احنا عندنا الانفكشن فيرال وبكتيريال وفانجل وبارازيتيك ومايكوبكتيريال. من الاخر هي دي الانفكشن الموجوده عندنا في الجلد. فده سبب مباشر، واحد جاله سكيبس ليه؟ ساركوبتس سكيبياي ايتيولوجي، ده سبب واضح ومباشر لاحداث المرض. واحيانا بيكون عندك رياكشن. لا فهمني النقطه دي يا دكتور عبد الرحمن. بص لو قلت لك في ميل بيشنت مثلا 35 سنه عندها كف وعملنا شيست اكس راي لقينا عندها هايلر لينفدينوبس، الفينيل دي كانت ميدل ايدج فيميل افريكان امريكان، كلمه افريكان امريكان وومن ميدل ايدج، الحاجات دي كلها ايكوال ساركيدوزس. كويس ايكوال ساركيدوزس. قلت لك مثلا عندها تندر نديول على الليج، هتقول لي الريثيما نودوزم، هقول لك صح. هاجي اسالك سؤال، هل الريثيما نودوزم دي سببها فقط الساركيدوزس؟ تقول لي لا، ده وارد تبقى رياكشن من الستريبت. فالمقصود هنا ان ممكن يكون عندك ساين، هذه الساين سببها الغير مباشر كاميونولوجيكال رياكشن از انفكشن. اديني مثال تاني، الروماتيك هارت ديزيز، هو الروماتيك هارت ديزيز ده سببه ايه؟ انفكشن ستريبت. ايه اللي حصل؟ ان البيشنت جات له انفكشن، وبعد ما جات له انفكشن ابتدى يطلع انتي بودي اجينست البكتيريا. لسوء الحظ البكتيريا دي ليها بروتين يشبهها تماما موجود في الهارت، فيجي الانتي بودي بدل ما يضرب البكتيريا يضرب لك الهارت، وبالتالي اتس رياكشن. فالمقصود هنا بالانفكشن يا دكاتره قد يكون سبب واضح او قد يكون سبب من رياكشن اميونولوجيكال رياكشن. فكده ايديوباتيك، جيناتيك، انفكشن، تروماتيك. ايه ده، هو احنا عندنا حاجات تروماتيك؟ طبعا. وخلي بالك التروما دي ملهاش نوع واحد، يعني انت عندك انواع من التروما كتيره جدا جدا، قد تكون كيميكال وقد تكون فيزيكال وقد تكون ثيرمال. تعرفين كل ده يا دكاتره؟ كل دي شباتر في الجلديه. يعني هاجي اقول لك مثلا بيشنت فيميل بتشتغل بتنظف صحون مثلا او بتنظف البيت، اللي هو ممكن يكون يا اما اهلنا او الناس اللي بيشتغلوا معانا بيساعدونا. كويس، بعد ما ابتدت تغسل الهدوم او ابتدت تغسل الصحون او ابتدت تلاقي ايديها ابتدى يحصل فيها الرثيمه وبيرنينج ومش ده كونتاكت. ده كونتاكت. كونتاكت ده من ايه؟ حاجه فيزيكال، سوري كيميكال. طب فيزيكال زي ايه؟ هندرس امراض بعد شويه، ان انت لو اتعرضت للبرد الشديد جدا او اتعرضت للتمبريتشر عاليه جدا جدا ربما يجي لك ديزيز. كويس، لذلك دايما كنا نقعد نحذر الناس ما تحطش اللابتوب على رجلك. ليه؟ هيأثر عليك جلدية ويأثر عليك تناسلية. أما التناسلية سهلة لأن التمبريتشر لما بتعلى بتبوظ لك التمبريتشر بتاعت التستس، وبالتالي هتأثر على السبرماتوجينيسيس. طب وبالنسبة لرجلي؟ هتأثر على الفاسكوليتشرز، وبالتالي ممكن البيشنت يجي له حاجة اسمها الريثيما أب أجني مثلا، تلاقي كده ريتيكوليشن موجود نتيجة إن البلاد فيزل حصل فيه تشينجز من التمبريتشر. اتس فيزيكال تروما. ثيرمال تروما حدث ولا حرج، ودي امراض الفوتوديرماتوزس. ايه تاني؟ اميونولوجيكال، وات ذا مينينج اوف اميونولوجيكال؟ اوتو اميون ديزيز. وعندك شابتر كامل اوتو اميون ديزيز. يبقى كل الحاجات دي شباتر يا دكاتره، ولكن ما بتبقاش اكسكلوسيف حصري. كويس؟ ده انت هتجد مثلا في حاجات اميونولوجيكال بتتداخل مع حاجات انفكشن، تتداخل مع حاجات تروماتيك. كويس؟ طيب ايه تاني؟ انفلاميشن. والانفلاميشن ده مجموعه من الامراض اشهرهم البابلو سكوينس. كويس، انفلاميشن ابتدى يحصل ستيميوليشن للتي سيلز، والتي سيلز لما ابتدى يحصل ستيميوليشن تطلع لك سايتوكاينز، تلاقي الدنيا اتضربت. اوتو اميون يعني انتي بودي اتجه الى سيلف انتيجين. انفلاميشن يعني اللعبه كلها سايتوكاينز بنسبه كبيره ملهاش علاقه قوي بانتي بودي انتيجين رياكشن. كويس، طيب ايه تاني؟ تيومر. والتيومر يا دكاتره قد يكون سبب مباشر. يعني ايه؟ يعني مثلا بيشنت عنده بابيول موجوده في الفيس بقى لها 3 سنين ولا حاجه، ابتدت تعمل ألسريشن وبيديد ايدج، والراجل عنده 60 سنه، اتس بيزل سيل كارسنوما. ده واضح، ده سبب مباشر، يعني انا عندي تيومر واضح جدا. وقد يكون تيومر ده عمل لك ديزيز، بالذات امراض الليمفوما والليوكيميا.
الامراض دي بتبقى اسوشيشن مع يعني كاتيجوري واسع جدا 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 من الايه، من الامراض. قد يكون امراض النيوتروفيليك ديرماتوزس، ودي هناخدها شابتر لوحدها، وقد يكون امراض اخرى لا حصر لها ولا عدد لها. طيب ايه تاني؟ عندك مثلا مجموعه كده انا بسميها الازرز، والازرز دي بصراحه بتبقى يعني ايه سبيسيفيك كويس لامراض معينه. يعني نقدر نقول من الازرز دي هرمونال، وادام قلنا هرمونال يا دكاتره يبقى انا اقصد الفينيل كويس، يبقى الحته دي ربما هتكون ريليتد شويه للاوتو اميون ديزيز او ريليتد لامراض اخرى زي البابلوس كوينز. ايه تاني؟ دراجز، الادويه، والادويه دي برضو قد تحدث المرض بطريقه انديوس او اجريفيت، وهنقول المصطلح ده معناه ايه. يبقى انا دلوقتي عندي الايتيولوجي ده من الاخر، لو انت داخل اي امتحان وخبطت لك اي كلمتين جيفن اكونت تقول، هتلاقي انت كاتب ما شاء الله كويس، ولكن اهم حاجه تكون ايه اختيارك صائب. يعني لما اجي اقول لك مثلا بيشنت عنده بيزل سيل كارسنوم، ايه الايتيولوجي بتاعك؟ بيزل سيل كارسنوم. ايه الايتيولوجي بتاعك؟ ايديوباثيك. لا ما تمشيش قوي. جيناتيك، والله ممكن يكون لها جيناتيك ايتيولوجي. تروماتيك، الالترا فايولت ريز كويس، الفيزيك الترا فايولت ريز تلعب دور مهم كويس. فانت بايه بتقعد كده تنقنق كويس في الايه، في اختياراتك، لحد ما توصل ليه ان انت كتبت معظم الاجابه بتاعتك. ده هيفيدنا من الامتحان، ولكن الفائده الاكبر ان انت لما تيجي تقرا اي موضوع، انا مش بستقبل معلومه فروم اي تو زد من الاول، انا بعمل ايه، انا بفول في الكريتيريا بتاعتي كويس. انا بدور دلوقتي على حاجه من الايديوباثيك جيناتيك انفكشن تروما تيومر انفلاميشن جيناتيك كويس، ببتدي ايه اجمع الداتا بتاعتي. ده بالنسبه للايتيولوجي. طب وبالنسبه للابيديميولوجي، انا عايز اقول لمعاليك ان احيانا الابيديميولوجي بيكون يعني ناتج من الايتيولوجي. ازاي؟ لو قلت لك مرض جيناتيك مثلا، يعني ايه مرض جيناتيك؟ بيجي اوتوسومال دوميننت كويس، يبقى او اكس لينك دوميننت او اوتوسومال ريسيسيف او اكس لينك ريسيسيف، دي الاحتماليات لو قلنا جيناتيك مثلا. فلما اجي اقول لك اوتوسومال دوميننت، امراض الجيناتيك يا دكاتره، واحد عنده جيناتيك ديزيز تتوقع هيجي بالسيمتوم امتى؟ لما يكون عنده 60 سنه؟ اكيد لا، ده لما يكون لسه ايه؟ ده الجينز نازل بايظ. فممكن الطفل ده اصلا ينزل عنده المشكله، او ممكن مع الوقت تبتدي المشكله تظهر ايه؟ تظهر اشكالها واحدثيتها. لما اقول لك مثلا اكس لينكد دوميننت، تقول لي على طول ده هتبقى في الفيميل، وهنفهم الكلام ده ليه. لما اقول لك اكس لينكد ريسيسيف، تقول لي على طول دي الميل، ده اكيد ميل كويس، ليه ده فيميل وده ميل؟ انتظروا المعلومه دي لحد ما نوصل للجين ان شاء الله. طيب الانفكشن، والله على حسب الانفكشن. فلما اجي اقول لك مثلا عندك مرض زي الاسكيبس، الاسكيبس ده بيجي منين؟ والله الهيجين السيء بيجي من، الله اكبر الله اكبر، بيجي مثلا من ان انت عملت فيزيكال كونتاكت. فيزيكال كونتاكت ايكوال ان الاسكيبس دلوقتي بقى يعتبروه سيكشوال ترانسميتد ديزيز، واول حاله اشوفها في حياتي كانت اسكيبس من سيكشوال، كانت تعتبر سيكشوال ترانسميتد ديزيز. طيب ايه تاني مثلا؟ لو قلنا مثلا حاجه زي الامتايجو كويس، الامتايجو مثلا بيجي في مين؟ اشهر حاجه يجي في الاطفال الصغيرين كويس، او التشايلد. فالمقصود من كلامي ده يا دكاتره ان معظم الامراض دي ربما يشير الايتيولوجي الى الابيديميولوجي، وربما لا كويس، ولكن في حاله اشاره الايتيولوجي الى الابيديميولوجي هتتحاسب عليها. طب لو ما شارش ليها، يعني لو الموضوع صعب بيني وبينك او مش سبيسيفيك، محدش هيبص على الابيديميولوجي، لان اللي بيصحح لك مش عارف بيني وبينك يعني. طيب نيجي بقى للباثوجينيسيس يا دكاتره، نيجي لايه؟ للباثوجينيسيس. الباثوجينيسيس ده دايما حطها قاعده الثلاثي المرح، ثلاث حاجات دايما بيتكاتفوا مع بعض، بيسلموا بعض. تعرف ايه هو الثلاثه اللي بيسلموا بعض؟ قال لك والله هو تكاتف الجيناتيك. يعني ايه؟ سيادتك عندك استعداد وراثي لمرض ما، لازم يكون عندك هذا الاستعداد الوراثي، بيحتاج زقه. يعني ايه زقه؟ يحتاج واحد ايه، يعني نقدر نقول ان انت تاخد خطوه بقى كويس. يعني مثلا واحد عنده استعداد للزواج، محتاج ايه؟ ياخد الخطوه بقى، فمحتاج حد يزقه علشان ايه؟ عشان يروح يخطب كويس. يعني كان يبقى عندنا ناس من زمايلنا كده يقول لك مثلا والله انا بفكر اتجوز مثلا، تمام؟ طب ماشي توكل على الله،
لا بس يعني انا حاسس ان الدنيا لسه مش مستقره شويه. يا ابني الدنيا كويسه، توكل على الله، يلا خد الخطوه. كويس، يعني كان واحد زميلنا كده، فقام زميلنا ده مكلم حد، فلان عايز يتقدم لك، وهو ما كلموش اصلا. فده بالظبط شخص عنده جيناتيك استعداد وراثي، والتاني اللي جنبه عمل ايه؟ زقه للجواز. تمام؟ فيعني ده اللي احنا بنعتبره انفايرومنتال بقى. كويس؟ هو ده الايه؟ انفايرومنتال، ده اللي هو يخليك تاخد خطوه المرض. وجود الجيناتيك مع الانفايرومنتال، يا سلام بقى في وجود بقى كمان ايه؟ خلاص بقى اللعب الداخلي بقى، ما انت عندك استعداد وراثي، الانفايرومنت ابتدت تاثر عليك، خد خطوه كمان بقى الا وهي اميونولوجيكال. اميونولوجيكال يبقى انت يكون عندك استعداد وراثي، ما اقصدش هنا بالجين اوتوسومال دوميننت ريسيسيف اكس لينك دوميننت، لا مش جيناتيك ديزيز، ولكن استعداد وراثي. في وجود الالترا فايلت ريز مثلا، في وجود انفكشن حصلت، في وجود مش عارف ايه، ياكتيف لك الاميونيتي عشان يحدث لك المرض. فلذلك الباثوجينيسيس في اي موضوع هنتكلم عنه هنبتدي ندور في هذه الدائره. تعالوا بقى لاهم نقطه، الكلينيكال بيكتشر. في الكلينيكال بيكتشر كنت دايما اقول للناس كده، خلي عندك 9 نقاط. اي موضوع تخلي عندك 9 نقاط دول، من المستحيل يا دكتور ان انت توقع حاجه، من المستحيل، بل بالعكس. والكلام ده ربما هتشاهدوه، ان انت لما يكون حاطط عندك نقاط معينه، ربما تحس ان في نقطه ناقصه انا عايز اعرفها، فتبتدي تدور عليها بره التكست بوك او بره الكتاب اللي انت بتذاكر منه. ليه؟ انا عايز املى ال9 نقاط اللي عندي اللي انا بدور عليها. هي دي فايده ان انت بتبحث عن المعلومه وليس مستقبل ايه؟ باسيف. تمام؟ ايه ال9 نقاط دول؟ اول حاجه النمبر، يعني انا عايز اعرف نمبر اوف ذا ليجن. عشان كده كنت احكي لكم موقف، كان يجي لي مثلا بيشنت، البيشنت مثلا مع بنته او زوجته، يقول لي يا دكتور والله احنا عندنا حاجات منتشره في جسمنا، طيب ينفع اشوف الحاجات دي؟ يقول لي اه، هي زي اللي في ايديها اهي. كويس، يجيب لك مثلا البلمه او السول، او يجيب لك حته من الارم او الفور ارم، ويقول لك دي موجوده في جسمها كله. ايوه يا فندم، معلش انا محتاج اشوف النمبر. يعني هل هو جاست فيو نمبر؟ هل هو مالتيبل؟ هل هو ديسيمينيتد؟ انا عايز اعرف، لان كل حاجه من الحاجات دي ربما تديني مدلول لدياجنوزس مختلف. تمام؟ اصل لما تبقى سنجل ليجن، من الصعب ان انت تحط مثلا حاجات تبقى سنجل، يعني في حاجات ما تجيش سنجل، صعب جدا جدا، ده لازم تبقى ديسيمينيتد. كويس، لازم تبقى مالتيبل علشان ابتدي ايه؟ علشان ابتدي والله احط الدياجنوزس بتاعي. فعندك النمبر ده مهم جدا، هل هو سنجل؟ هل هو فيو؟ هل هو مالتيبل؟ هل هو ديسيمينيتد؟ وفي حاجات بتيجي بال4 اشكال. كويس، يعني لو قلنا سورايسز، هل السورايسز ممكن يجي سنجل؟ بيني وبينك ممكن، ولكن صعب. يجي فيو، يجي فيو نمبر، يجي مالتيبل نمبر، يجي مالتيبل نمبر، يجي ديسيمينيتد، يجي ديسيمينيتد. كويس، الشيب، لما نيجي نتكلم عن الشيب المقصود بيها برايمري ليجن وسكندري ليجن. هو البرايمري ليجن يعني ايه؟ والله يا اما تغير في الكلر، يا اما تغير في الشيب. كويس، يا اما تغير، يا اما حاجه ايه سبيسيفيك، يعني تغير في الكلر، اللون مختلف، فده يا اما ماكيول يا اما باتش. فكان دايما ايه يجي لك كده الليجن، في ليجنز يوجوالي تشوفها باتشز، وصعب تشوفها سمول ماكيولز الا لو تحط ديفرنشال تاني. مثلا يعني لو قلنا مرض مثلا زي البترياز فيرسيكولار مثلا، هل بتشوفه لارج باتش 2 3 سم 4 سم؟ عاده لا، ممكن اشوفه بس عاده لا، ما بيجيش بالشكل ده. فلذلك في وصفك مهم، انا شايف ماكيول ولا باتش. بالنسبه للشيب كشيب بقى، اللي هو الاليفيشن بتاعي، يا اما تلاقيها بابيول حاجه اقل من نص سنتي، يا اما حاجه اكتر من نص سنتي، يا اما الدبس بتاعها كبير، يعني بابيول ولا نديول، ولا بابيول مع بابيول مع بابيول فتعمل لك بليك او بلاك. كويس، فالشيب ده مهم. او فيزيكال، وهنبتدي نعرف الفيزيكال جواها ايه، ميه ولا جواها دم، النقط دي كلها مهمه. سبيسيفيك، اللي هو طبعا عندنا يا اما حاجه سبيسيفيك، ودول مش كتير يعني. كويس، الباروس في الاسكيبس، التارجت في الاريثيما، مالتي فورم، ليه حاجات ايه، الويلز في الارتكاريا، حاجات سبيسيفيك يعني. الكالر بتاعنا هل هو مهم؟ طبعا. عندنا بيني وبينكم كده، اي واحد يكلمك او يبعت لك حاله يقول لك والله يا دكتور عندي ايه، بوتش حمر، صح؟ احنا بالنسبه لنا لا، يعني هي محمره ولا داسكريد ولا فيوليشيس ولا ريد تو براون،
ولا براون ولا يلو تريد، الحاجات دي كلها تفرق، ولا اورنج، صح؟ فعلشان كده يا اصدقائي دايما الحاجات دي في الكالر، احنا بالنسبه لنا الالوان مهمه جدا جدا، وعايز اقول لكم اللي شاطرين جدا في تحديد الكالرز الفيميل اكتر من الميل، يعني الفيميل يشوفوا الكالرز تفرق معاهم. احنا كرجاله الالوان عندنا 7 ده فعليا والله، كويس. يعني انا مثلا ما بنزلش لو في حاجات كده بنحتاج نشتريها، كويس، ويقولوا مثلا لا اللون ده مش عارف درجته عن اللون ده، هو كله احمر يعني، ما فيش، هو كله احمر بالنسبه لي، ايه بقى مش عارف احمر شكله ايه، وردي، ولا لا مش الكلام ده، او بني، كويس، او بنفسجي اللي هو الوان الطيف 7، واحيانا بنتخطى الامر تدخل البنفسجي في الازرق، تمام. فلذلك الكالر بالنسبه لنا مهم. هنا بقى لازم نقول الكالر ايه، اصل لما تقول حاجه يلوش ديسكالريشن دماغك على طول، او يلو تو براون، يلو تو اورنج، او يلو تو ريد، دماغك على طول تضرب فيه الزنسوما والهيستوسايتوم. طب لما تبتدي تقول والله انا شايف حاجه فيوليشيس ان كلر، فيوليشيس، النقطه دي مهمه جدا في امراض زي اللايك، تمام. السايت مهم جدا نعرف السايت، لان في امراض بتيجي في سان اكسبوزد اريا مثلا، امراض تيجي في الترانك وديسيمينيتد. فالمقصود في كل حاجه من الحاجات دي، دي نقاط قاتله يا دكاتره لازم ببتدي ادور عليه. الكاركترستيك، يعني ايه كلمه كاركترستيك؟ الكلمه دي دايما انا بضيفها في اي ورق عندك وهتاخده، كويس. يعني حتى ان شاء الله الكتاب اللي هينزل ربما يعني بعد اسابيع باذن الله هيبقى فيه بابلو سكويمس ويعني شابترز اخرى، دايما هتلاقي كلمه كاركترستيك او سبيسيفيك. اي مرض يا دكاتره ليه مفتاح، لازم يكون المفتاح معاك، لازم يكون المفتاح عندك، ان انا لما باجي ادور ايوه اجيب المرض ده منين، فتلاقيني دايما كاتب لك حاجه سبيسيفيك في المرض ده. مش المقصود بسبيسيفيك ان هو بافوجنومونيك يعني ما فيش حاجه غيره، لا لا مش مقصود ده خالص، ولكن اعرف المرض ده ازاي، كويس. فقد يكون الحاجه الكاركترستيك مثلا اقول لك مالتيبل فيزيكال اون اريثيميتا سبيس، ده دي النقطه سبيسيفيك، يبقى انا بتكلم عن حاجات الهربس، او اقول لك لامينيتد سكيلز، يبقى انت بتكلمنا عن السورايسيس. يعني دي النقطه، انا هوصف كل حاجه بس دي النقطه المهمه. امراض الجلديه لم تخلو عن الثلاث حاجات دول، يا بينفول يا اتش يا بيرنينج، مش هتلاقي حاجه رابعه. الحاجه الرابعه ممكن تبقى ايه، نون اتش نون بينفول نون بيرنينج، حاجه ايه بيور كده. الاسوشيشنز، يعني ايه كلمه اسوشيشنز بقى؟ اسوشيشنز يا دكاتره يعني هل معاها سيستميك اسوشيشن ولا لوكالايزد اسوشيشن؟ مش فاهم. سيستميك اسوشيشن عندك بعض الامراض، مثلا افكر معاكم كده، لو قلت لك يا صديقي مثلا مرض زي مرض الصرفيه سورايسيز مثلا، او مرض مثلا خليه اسهل مرض زي اللايكن. اللايكن بلانس لما جينا ندور في مصر لقينا ان ما في، يعني معظم العيانين اللي عندهم لايكن نيجي نعمل ليفر انزيم نلاقيها عاليه، بعد كده نبتدي ناخد خطوه كمان نعمل فايرال ماركر نلاقيه البيشنت عنده هيباتيتس سي، فده اسوشيشن واضح مع المرض ده. لما تيجي مثلا مرضى زي مرضى نقول ايه الديسيمينيتد جرانيلوما انيولار، كويس، ده مرض لقينا اسوشيشن مع حاجه سيستميك دايابيتس ميليتس. فاذا لازم لما تيجي تقرا اي مرض انت بتحط الايه، خلاص انا عايز اعرف ايه ده بيبقى اسوشيتد مع مين، دي هتخلي عندك رؤيه وانت بتقرا اي كتاب مختلفه. طيب لوكالايزد اسوشيشن، بص يا دكاتره الجلديه لما تيجي تخش على امتحان او حاجه كلينيكال، اياك ثم اياك ان انت تبص على الليجن وتمشي، انت ربما تكون فقدت ثلاث ارباع الدرجه مع انك كاتب التشخيص صح. اديك مثال، عيان عنده لايكن، لما تيجي تبص على البيشنت اللي عنده لايكن ده، والله انا شايف فايليشيس كلر فلات توب بابيول موجوده مثلا في الاكستنسورز يعني كويس، او في الفليكسورز كويس، خلاص شخصتها لايكن. تيجي بقى تخش للمنتحي يقول لك هيا يا ابني البيشنت عنده حاجه في السكالب، يا نهار ابيض ده اللايكن اصلا ليه يعني ليه فرع في السكالب لوحده، لايكن بلانو بايلاريس، يبقى اذا لازم تفحص الهير. فطبعا هتطقطق اللي هو هز دماغك، لا طيب قول لي يا ابني فحصت الاورال ميكوزا، دي كارثه، مفيش بيشنت تخش له لايكن الا ولازم تفحص الاورال، مفيش بيشنت تخش له جلديه الا ما تفحص كل ده. اورال ميكوزا ايه تاني؟ لا ما فحصتش الاورال ميكوزا. طب يا ابني فحصت النيلز، لا ما فحصتش النيلز. يبقى في هذه اللحظه قد يكون البيشنت عنده لايكن بلانوبلاريس، قد يكون عنده اورال ليجن، قد يكون عنده ليجن في النيلز، وبالتالي انت فقدت ثلاث ارباع الدرجه وما تبقى عندك هو ربع الدرجه فقط.
الكومبليكيشن، ودي بتختلف من مرض لمرض. في امراض ممكن يبقى الكومبليكيشن بتاعتها زي امراض الانفكشن السيبتسيميا والبكتريميا، في امراض ممكن يبقى الكومبليكيشن بتاعتها بالذات اللي بتعمل لنا سكارز او بتعمل لنا سكليروزس، سكويموس سيل كارسينوما، بيزل سيل كارسينوما او ميلانوما. فعلى حسب اي مرض عندنا قد يكون الكومبليكيشن مختلفه، والهيلينج في الاخر يا دكاتره الهيلينج ليه اشكال. يا اما الهيلينج بتاعنا يبقى نورمال، البيشنت زي الفل هيرجع زي الاول واحسن، يا اما الهيلينج بتاعنا لا هيبقى اب نورمال. معلش انت ليه حطيت اب نورمال هنا؟ اصل دي فيها تفريع كويس. يعني قد يكون الهيلينج ببيجمنتيشن، فيا اما هايبر يا اما تروح البيجمنتيشن فتبقى هايبر. يبقى المشكله عندك قد تكون بيجمنتيشن، يا هايبر بيجمنتيشن يا هايبو بيجمنتيشن. قد يكون الهيلينج عندك بإريثيما، قد يكون الهيلينج عندك بسكار، ولما تيجي للسكار عندك نقطتين، تخيل الوضع، يا ديبريسد سكار يا إليفيتد سكار. طب والإليفيتد سكار حاجتين، يا هايبرتروفيك يا كيلويد. إذا يا صديقي أنت لما بتيجي تذاكر الحاجات دي كلها أو تيجي تذاكر أي موضوع، فتخيل يقول لك الهيلينج بيحصل عندنا بمثلا كيلويد أو يحصل ب هايبرتروفيك سكار، يبقى دي حاجه، ده الهيلينج، يبقى دي النقطه التاسعه بتاعتي اللي انا بدور عليها. يبقى مهم اعرف الشيب، النمبر، الشيب، الكالر، السايت، ايه السبيسيفيك عندي، ايه البينفول ولا بيرمنج ولا اتشي، الاسوشيشن، الكومبليكيشن، وفي النهايه الهيلينج. كده احنا لسه ما بنتكلمش عن اي حاجه في الجلديه، احنا بنضع قواعد ثابته في الجلديه علشان اقدر اي موضوع بعد كده افتحه او اي موضوع اذاكره يبقى انا عندي النقاط اللي بدور عليها مش اللي انا بستقبلها استقبال سلبي. تعالى على الانفستيجيشن، هل دي ليها برضو خطه؟ اه طبعا وخريطه. الانفستيجيشن يا دكتور ما هتلاقيه حاجه من اربعه، اي انفستيجيشن في الدنيا. لو قلت لك اي دواء بتديه ايزوتريتينوين هتعمل ايه انفستيجيشن؟ اعمل سي بي سي ومش عارف اعمل ليفر فانكشن واعمل ليبد. فاذا احط الحاجات دي كلها تحت كريتيريا ايه؟ ودي مهمه علشان لما تيجي تقابل المريض ما تضربش لخمه، انا مثبت الدنيا وجاست بملى ايه؟ بملى ما بين السطور يعني. لاب، في كده يعني اللابس دي قد تكون هتحتاجها كسي بي سي، اي اس ار، سي ار بي، لاكتيك ديهيدروجينيز في تيومرز مثلا، ليفر انزايم، كيدني فانكشن، اي حاجه من الفيرال ماركرز، الحاجات دي كلها تقع تحت مصطلح اللاب اللي ربما هحتاجها في وقت ما. ايمجينج، ايمجينج دي بصراحه انا بقسمها حتتين، ايمجينج كجلديه، ايه ده هو احنا عندنا ايمجينج لينا خاص بينا بامراض الجلديه؟ انا عامل حاجه كده كويس او انا ذهني مرتبها كده، الوودز لايت. عندنا مجموعه من الامراض يا دكاتره الوودز لايت، يا اما هيشخصها عندنا كبدايه يا اما هستخدمها احيانا في معرفه التريتمنت. كويس؟ يعني معرفه التريتمنت قال لك يعني ممكن تبتدي تدي البيشنت ماده كده فلورسنس تخلطها مع كريم مثلا. يعني انا عارف الدياجنوزس، احنا عارفين مثلا الدياجنوزس ازاي؟ بشوف بيها البتريز فيرس كولر، اعرف بيها الفيتيلايجو، يعني بعمل ايه؟ بقدر اتتبع المرض كويس؟ واعمل فولو اب كمان، يعني البيشنت النهارده كان عنده ليجن قد كده، لما خد تريتمنت لقى الليجن صغرت عن المره اللي فاتت، فاذا انا بعرف اعمل فولو اب. امال حكايه التريتمنت دي؟ ده كلام كتب يا دكاتره، ما حدش بيعمله. يقول لك مثلا البيشنت اللي عندهم فوتو سنسيتيفيتي او البيشنت اللي عندهم فوتو درماتوزس ده بيحتاج يستخدم سان سكرين. بنخلط السان سكرين بماده فلورسنس كويس، واخليه يحطها على الايه؟ على الفيس عنده، بعد كده اخليه يقفل النور ويعرض وجهه للوودز لايت عشان يعرف ايه الحتت اللي ما حطش عليها ايه؟ ما حطش عليها السان سكرين. كلام طبعا كله يعني ايه؟ مش منطقي. ولكن بنقوله علشان لو قابلناه في كتاب. طب بقيه الايمجنج ايه؟ الترا ساوند. ده بقى بجد يعني. ده اللي هي بتاعت الريديوم. الترا ساوند، سي تي، ام ار اي، الحاجات اللي هي الايه المعهوده بتاعتنا. تمام يا دكاتره؟ طيب مايكروسكوبيك، المايكروسكوبيك هنا يا دكاتره المقصود بيها الاتش ان دي. وفي بعض الاحوال او الاحيان بنضيف على المايكروسكوب حاجات كمان يعني، زي مثلا في الانفكشن هقول لك سواب، اقول لك كلتشر مع الاتش ان دي اللي هو البايوبسي يعني لما اجي اخد بايوبسي. الاذرز دي يا دكاتره بقى بتختلف من ديزيز لديزيز وبتختلف من مرض لمرض. يبقى انا اي مرض دلوقتي داخله انا هدور ايه اللابس المهم فيه، ايه الايمجنج المهم اللي انا اعمله، لو خدت بايوبس هيطلع ايه، هل في حاجه سبيسيفيك اذرز بقى في الديزيز دي المفروض اهتم بيها ولا لا. طيب زي ايه؟ زي الدرموسكوب مثلا، زي الاميونو فلورسنس مثلا،
زي البي سي ار احيانا، دي كلها ايه؟ نماذج وامثله. نيجي على التريتمنت بتاعنا، هل التريتمنت بتاعنا برضو ليه كرايتيريا او حاجه اقدر اتتبعها؟ طبعا توبيكال، والتوبيكال ده عندنا يا اما اميونو سبريسنت، انتي بايوتيك، انتي فايرال، انتي فانجل، كويس، فوتو ثيرابي، ناروباند، والله البوفا، اليو في اي، السيستميك تريتمنت طبعا حدث ولا حرج، البيولوجيكس والليزر. كده يا دكاتره نقدر نقول ان احنا الى حد كبير حطينا ايه؟ حطينا صوره عامه للكرايتيريا اللي انا ممكن اتكلم عنها في اي مرض. تعالوا بقى نبدا على بركه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. البابلوسكويمس. لما نيجي نتكلم على البابلو سكويمس يا دكاتره، هنجد عندنا مجموعه من الامراض كبيره جدا. سورايسز، لايكن، لايكنويد دراج ابشن، لايكن ستريتس، جرافت فيرسس هوست ديزيز، لايكن نيتيدس، جرانيولار باراكيراتوزس، بترياسس روزيا، بترياسس روبرا بيلاريس، اكانثوزس نيجريكانس، واحيانا في ناس بتفضل طبعا اكانثوزس نيجريكانس في الايه؟ في التيومرز. تعالوا كده نبدا بقى بالايه؟ بالسورايسز، وهو اكبر مرض في البابلو سكويمس. اكبر مرض من حيث الباثوجينيسيس، اكبر مرض من حيث علامات الاستفهام اللي هتدور حواليه دلوقتي، اكبر مرض من حيث التريتمنت بتاعه، استراتيجيه التريتمنت بتاعه، اكبر مرض من حيث الفاريانس اللي احنا هنشوفها. كويس؟ طيب تعالوا نطبق اللي احنا قلناه على السورايسيس. يلا بينا؟ يلا بينا. لما نيجي نبص على السورايسيس كده يا دكاتره، هنلاقي عندنا الحمد لله الست نقاط اللي احنا اتكلمنا عنها: الايتيولوجي، الابيديميولوجي، الباثوجينيسيس، الكلينيكال بيكتشر، الانفستيجيشن. الثلاث نقاط اللي احنا اتفقنا عليهم ولله الحمد موجودين، او الست نقاط موجودين. طيب ولكن في البدايه كده انا حابب اتخطى الست نقاط لحاجه في ايه؟ في نفسي، ان احنا نبتدي نشوف الوصف بتاعنا هيكون ايه. لو جينا نشاور على الليجن دي، هحتاج حد منكم كده يرفع ايده ويحاول يطبق معايا القاعده اللي احنا قلناها. حد يعني يتبرع ويوصف معايا الليجن، يرفع ايده ونفتح له المايك. هل من متبرع؟ طيب اوصفها انا بعد كده انتوا يعني. طب دكتوره سوريا، كويس، اتفضلي يا دكتوره سوريا. I can see multiple. ممتازة. لو قلنا flakes flakes ممكن يكون flakes. ممتاز. With scales on erythematous base. With scales وفيها erythematous base. كده احنا قلنا النمبر وقلنا الشيب وقلنا الكالر. انا هزود حاجة من عندي، انا هعتبرها دي جزء من الترانك، فكده يبقى قلنا السايد. طيب ايه تاني؟ specific silver scales. Silver. ممتازة ممتازة. silver laminated scales. برافو عليكي. طيب هل معاها association بالنسبة ك الهير، النيل، الميوكوس ممبرين؟ هل وارد يكون معاها association؟ ممكن اكيد. بالظبط، وارد يكون معاها association. الكومبليكيشن طبعا دي يعني لسه هنتحدث عنها. طب لو قلت الهيلينج، الهيلينج في السورايسز يهيل بهايبر ولا بهايبو؟ يوجوالي هايبو. نو يوجوالي يهيل بهايبو. طيب لذلك كنت دايما اقول للناس، شكرا يا دكتوره اسماعيل، دايما كنت اقول للناس يا دكاتره ان السورايسز واللايكن تحس ان ما بينهم تضاد من حيث الهيستوباثولوجي ومن حيث الهيلينج. فممكن على فكره تتلخبط في بيشنت عنده سورايسز، تيجي تبص على الهيلينج بتاعه ممكن تتلخبط تفتكره فيتيلايجو من كتر الهايبوبيجمنتيشن اللي بنشوفه. كويس؟ فده وارد وهيحصل لك وهتتلخبط، وافتكرني بالايه بالمعلومات دي. تعالوا اوريكم صور تانية. انا اللي يهمني دلوقتي ان احنا نبتدي نشوف صور للسورايسز عشان يبتدي يبقى عندنا تخيل للمرض بتاعنا، بعد كده نبتدي نتكلم في كل حاجه. لو جيت بصيت هنا انا عندي مالتيبل لارج كيرفد مثلا باتر اريثيميتس، بابيولز صغيره اهو، وبليكس كبيره موجوده، والسيلفر لامينيتد سكيلز موجوده على الترنك والاكستنسورز،
فيها حاجه سبيسيفيك هنتكلم عنها، الاسوشيشن لازم ادور على النيل والميوكس ممبرين والهير، والهيلينج قد يكون بهايبرنيشن. طيب حلو قوي كده، يبقى انا دلوقتي يا دكاتره عملت ايه؟ ابتديت اقول يعني بسم الله الرحمن الرحيم التخيل بتاع المرض. بص يا صديقي، المرض ده فيه ثلاث كلمات يعني حطهم حلقه في ودنك كده، السورايسيس ده لو حبيت اوصفه او حبيت اتخيله، اتخيله بايه؟ ثلاث كلمات. هذا المرض يا صديقي هو مرض كرونيك، لذلك الكلمه دي مهمه. ليه؟ لما يجي لك بيشنت عنده سورايسيس يقول لك يا دكتور انا دلوقتي عايز حاجه، بلفظ المريض كده بالذات المريض المصري، عايز حاجه تجيب من الاخر. يعني ايه حاجه تجيب من الاخر؟ يقول لك اصل انا عايز اخد حاجه اخف ما اجيلكش تاني. هتقول له لا يا حاج، ده حاجه ايه؟ كرونيك. فتلاقي الراجل ابتدى يزعل جدا، يقول لك يعني ايه كرونيك؟ تقول له حاجه مزمنه يعني هتستمر معاك. يقول لك يا دكتور يعني انا عمري ما هخف؟ تقول له استنى خد الكلمه الثانيه بقى، ده unpredictable يا دكتور يا سيدي الفاضل. يعني ايه unpredictable؟ كان لسه احد شباب كده بكالوريوس زمايلنا بعت لي امبارح حاله سورايسيس، فبيقول لي يا دكتور ايه البروجنوزس بتاعنا؟ ما اعرفش ما اعرفش. قال لي يعني الحاله دي هتخف ولا مش هتخف؟ قلت له انا ممكن اقول لك البروجنوزس عالميا بيمشي ازاي، يعني ممكن اقول لك احتماليات، لكن بيني وبينك سورايسيس ما تقدرش بنسبه كبيره تمسك الايه؟ البروجنوز العيان ده هيخف، او مثلا العيان ده بعد سنه حالته هتسوء، او بعد سنه ممكن البيشنت ما يجيلوش ريلابس تاني، الله اعلم، محدش يقدر يعرف. انبريدكتبل. ايه اللي زودها؟ ايه اللي قللها؟ ممكن نبتدي نستشف المعلومات دي يعني من على السطح، نستشفها. لكن هل هنبقى عارفينها 100%؟ الاجابه لا طبعا. طيب ايه تالت كلمه يا دكاتره؟ ان انت عندك ريميشن واكسسربيشن، شويه تلاقي البيشنت بقى كويس جدا، وشويه تلاقي البيشنت حالته سيئة جدا. انا بحب دايما اضيف كلمه رابعه، عايزكم تضيفوها عندكم في الورق بقى، النقطه دي مهمه بلس اور ماينس الصراحه، ان السورايسيس اتس نوت كوتينيوس ديزيز. السورايسيس ليس مرض جلدي، امال السورايسيس ده ايه؟ سيستميك ديزيز. يبقى عايزكم تضيفوا النقطه دي، اتس سيستميك انفلاميشن. لذلك لما كان في بعض الدراسات بتتعمل، الاستاديز بتتعمل، وكنا بنجد علاقه السورايسيس بالضغط، وعلاقه السورايسيس بالسكر، وعلاقه السورايسيس مش عارف بايه، بلاد بريشر والهايبرتنشن والديابيتس، علاقه السورايسيس بهذه الحاجات موجوده. يعني في علاقه ما بين السورايسيس والكارديك ديزيز؟ اه. ايه العلاقه؟ مش عارف بس موجوده. ايه العلاقه ما بين السورايسيس والميتابوليك سندروم اللي هو الدايبيتس والهايبرتنشن والاوبيستي؟ موجوده، ولو فتحتوا البيبرز موجوده. طب ايه اللي ربط الاثنين دول ببعض؟ ما نعرفش. طب ايه الدليل تاني؟ قال لك الجوينت، الجوينت دي بتتدمر مع بيشنت عنده سورايسيس، دي بتبقى موجوده في نسبه كبيره جدا من البيشنت، 30% مثلا، عدد كبير. ده احيانا بتيجي قبل ما البيشنت يجي له سورايسيس. فاذا هو مرض سيستميك. يبقى انا دلوقتي لما يجي حد يسالني يقول له يا دكتور انا يعني هخف خالص، تقول له والله بص يا فندم هو ده كرونيك، يعني انا عمري ما هخف. كويس؟ تقول له ما يعني بيحصل ريميشن واكسسربيشن. طب هيجي لي الريميشن والاكسسربيشن امتى؟ انبريدكتبل، بس هقول لك ما تعملش واحد اثنين ثلاثه علشان نقلل احتماليه حدوث الريميشن والاكسسربيشن. وفي النهايه اتس سيستميك ديزيز، فانا متوقع ان الجوينت تتضرب، متوقع يبقى في اسوشيشن مع الهارت، متوقع يبقى في اسوشيشن مع البلاد شوجر، متوقع يبقى في اسوشيشن مع البيست. نيجي دي لنقطه طبعا الايه؟ الثلاث كلمات. طيب تعالوا كده نشوف الايه؟ الايتيولوجي. لما نيجي نبص على الايتيولوجي يا دكاتره هتلاقيني بنتكلم في نفس الحاجه يعني. بص كده، جيناتيك، انفكشن، تروما، ويذر ده اللي هو كان فيزيكال تروما يعني، الهرمون والدراجز اللي هم كانوا من الحاجات الاذرز، يعني احنا ما خرجناش بعيد. طيب لما تيجي تبص على الجيناتيك يقول لك والله بص يا صديقي انت عندك، ناخد اخر كلمه، بوزيتيف فاميلي هيستوري، يعني هتلاقي معظم البيشنت، وده على فكره بنشوفها في السورايسيز وفي الفيتيلايجو. يعني لما بقعد في عياده البهاء بلاقي معظم البيشنت اللي عنده فيتيلايجو كتلاقي اخوه، والدته، والده، ابن عمه، فيبدو ان في ريليشن، طبعا في ريليشن. فبي في بوزيتيف فاميلي هيستوري. امال ايه الاتش ال ايه بقى؟ كويس؟ اللي هو الهيومن ليوكوسيتيك انتيجين، ده ايه حكايته الاتش ال ايه؟ قال لك الاتش ال ايه ده عباره عن جينز،
الجينز دي مسؤولة عن، لو جينا نرسم كده مثلا، ده عبارة عن جين، هذا الجين هو مسؤول عن تصنيع مولوكيول يبقى موجود على السطح اسمه HLA. هذا المولوكيول أحيانا بيمسك الأنتيجين. طب معلش بقى نركز في النقطة دي، نركز فيها. تخيل مثلا لو جينا نبص دلوقتي على الانفايرومنتال، هتلاقي أول حاجة أنا كاتبها لك ستريبتوكوكال. أصدقائي مش كلنا جالنا ستريبتوكوكال قبل كده، تونسلايتس كلنا جالنا، أنا جالي وأنت جالك وأخوك وأختك وابنك وبنتك، كلنا بلا استثناء. طيب هل كلنا جالنا جطيت سورايسس، جالنا سورايسس؟ الإجابة لا، ده في ناس جالها سورايسس وناس ما جالهاش. طب ليه دي ناس جالها سورايسس، ليه دول جالهم سورايسس؟ هقول لك ما أعرفش. طيب يعني إحنا دلوقتي بنواجه إيتيولوجي هو في الحقيقة بريديسبوزنج فاكتور وليس إيتيولوجي. يعني إيه؟ يعني انا جالي تونسلايتس ما جاليش سورايسس، انت جالك تونسلايتس جالك سورايسس، يبقى المشكله مش في التونسلايتس والستريبتوكوكال، لكن المشكله ان الاميونيتي بتاعتك تعاملت مع الستريبتوكوكال بطريقه مختلفه. كويس، طب ليه الاميونيتي تعاملت مع الانفايرومنتال ده بطريقه مختلفه؟ الاجابه ما اعرفش، وهو ده اللي جعل الايتيولوجي بتاع السورايسس انون. ذلك كان دكتور احمد رشيد رحمه الله عليه يقول ان لو عرفنا الايتيولوجي كايتيولوجي فعلا الانيشيتور اقدر اعرف التريتمنت، خلاص اقفل الانيشيتور خلاص. طيب فمثلا عندك الاتش ال اي بي 13 وبي دبليو 17 وسي دبليو 6، ده مهم قوي قوي يا دكاتره، ام سي كيو، والبي 27 ده مهم جدا جدا يا دكاتره، الاثنين دول مهمين قوي، اصل الجينز دي هتيجي في الاخر وتكون لك مولكيولز على السطح، ربما هي اللي تتعرف على اي انتيجين بعد كده. يبقى الجيناتيك المولكيولز دي خاصه السي دبليو 6 وال اتش ال اي بي 27 دول ايه؟ مهمين جدا جدا. طيب تعالى كده نشوف بقى الايه انفايرمنتال ونقعد نفكر. يقول لك بيشنت جاله ستريبتوكوكال تونسلايتس وبعد شويه جاله جطيت سورايسز، تتوقعوا لو انا اجي اتكلم عن الجطيت سورايسز والسبب ستريبتوكوكال تونسلايتس، عايزكم كده تكتبوا لي على الشات، تتوقعوا الابيديميولوجي يكون يجي في مين اكتر، في الادلت ولا في اليانج؟ تعالوا نطبق اللي احنا فهمناه، الايتيولوجي تتوقع يكون في مين اكتر في حاله ستريبتوكوكال انديوس جاتيت سورايسس. نبص كده، برافو عليكم برافو عليكم برافو يا دكتوره شويه، دكتوره روان، ممتازين، يانج تشايلد. كويس، فاذا احنا استشفينا من هذا الاساس ان انا ممكن استخرج من الانفيرومنتال الايتيولوجي بتاعي. طيب ممتاز، تعالوا كده نتكلم على تروماتيك، تروماتيك كوبنرايزيشن، ودي هنتكلم عنها باستفاضه كمان شويه. ان مكان ما العيان بيتخبط مكان بيطلع له سورايسز، مكان الخبطه او ان هو يطيح في مكان يطلع له في مكان ده سورايسز. الويذر، وهنا محتاج ايه تفكر شويه. يقول لك العيان ده سبحان الله سبحان الله حالته بتسوء في فصل الصيف الشتاء وتتحسن جدا في فصل الصيف. هفتح المايك بقى وعايز اسمع ايه صوتكم كده، تتوقعوا هي ليه بتتحسن في فصل الصيف؟ ليه السورايسز بتتحسن في الصيف؟ اكيد له علاقه بال ايه؟ ايه رايكم؟ طيب لما نيجي نقول العيان ده بيتحسن جدا جدا في فصل الصيف وحالته تسوء جدا جدا في فصل الشتاء، علل، فاكرين اسئله رابعه ابتدائي كويس والمتوسط، علل بما تفسر ماذا يحدث له. فلذلك علل ليه البيشنت ده حالته بتسوء في فصل الشتاء. هقول لك سيمبلي لان فصل الصيف بيتميز بوجود الالترا فايولت ريز اللي بتعتبر جزء من التريتمنت، فاذا الطقس البارد ليس سببا في حدوث السورايسز، ولكن اذ فصل الصيف هو اللي بيكون فيه وجود الترا فايولت ريز وتلاقي البيشنت اتحسن. اقول لكم نقطه هنا غريبه شويه، لما تيجي كنت بتابع مرضى الصدفيه كنت بلاقي في بيشنت كده سبحان الله يجي في فصل الصيف حالته بتسوء جدا، يجي في فصل الشتاء حالته بتتحسن جدا. طب بالنسبه للبيشنت اللي حالته بتسوء في فصل الصيف
ادخله بقى على الفوتوثيرابي، ادخله بقى على النارو باند. بيني وبينكم كنا ساعات بنعملها علشان نتاكد، فتلاقي البيشنت ده لما يدخل على النارو باند، النارو باند اللي هو الفوتوثيرابي، تلاقي حالته بتزداد سوءا. كويس، فيبدو ان هناك فعلا ريليشن موجوده ما بين الويزر وما بين الايه، وما بين السورايسيس. طيب الهرمونالز بتجد في بيشنت بحالتهم بتسوء مع المينوبوز وحالتهم بتتحسن مع البريجننت. طب ليه؟ لا احنا عايزين نفهم كل نقطه، تعالوا نفهم مع بعض. قال لك البيشنت اللي حالتها بتتحسن مع البريجننت، بيني وبينكم كده تعالوا كده ناخدها معلومه سطحيه. لو اديت لبيشنت عنده صدفيه سيستميك سترويد، انا ما بتكلمش على الويذدرول، لا انا بحقنه سترويد، حالته هتتحسن ولا لا؟ الاسترويد انتي انفلاماتوري، هتتحسن طبعا. الكارثه لما اسحب الاسترويد، كلنا متفقين على ده. لذلك البيشنت البريجننت هي ايه الهرمون اللي بتزيد عندها؟ البروجسترون والاستروجين، اتس سترويد هرمون اصلا. فتلاقي حالتها في فتره البريجننت تتحسن جدا جدا. طب بعد البريجننت ممكن يحصل لها ريلابس. طبعا اثناء البريجننت ممكن يظهر انواع اخرى من السورايسيس، ولكن انا بتكلم على السورايسيس فالجاريس الشائع. طب لما نيجي نشوف مثلا المينوبوز، ليه المينوبوز حالتها بتزداد سوء؟ تقول لي والله علشان الفيميل المينوبوز بيبتدي نفس الفكره، الهرمونز بتقل، والنتيجه المترتبه على ذلك لما الهرمونز تقل هتلاقي البيشن حالتها بتزداد سوءا. اذا يا دكاتره كل كلمه لها تفسير. طيب تعالوا بقى نمسك الايه؟ الدراجز. من شويه كده قلت لكم الدراجز عندنا منها شكلين او هيئتين لاحداث المرض. لما بيشنت يكون عنده سورايسز انا ببتدي انصحه يبتعد عن مجموعه من الادويه، اشهرهم الانتي مالاريال، البيتا بلوكر، الليثيوم، الاسترويد ويزدرول. عين بياخد استرويد تسحب السيستميك استرويد، لا العين حصل له ما شاء الله ايه ريلابس. طيب تعالوا كده نفكر مع بعض. مثلا يعني الانتي مالاريال او البيتا بلوكر، الحاجات دي دكاتره بنديها في حاجات كتيره جدا جدا، كونكتيف تيشو ديزيز، انتي مالاريال، هايبرتنشن، بندي بيتا بلوكر. لكن يهمني الليثيوم. الليثيوم يا دكاتره هنذكره دلوقتي وفي مرض بعد شويه. لذلك عايزك تحط عليه دايره كده في الورق وتبتدي تكتب الليثيوم هنا مهم، وعلى فكره ده سؤال ام سي كيو، ومهم برضه في مرض اسمه الدرير. يبقى انت عندك الليثيوم ده انا اوليه اهميه خاصه هنا وفي الدرير. طيب امال ايه بقى دكتور عبد الرحمن انديوس واجريفيتد؟ ايه الفرق ما اقول ده الديزيز ده دراج انديوسد او دراج اجريفيتد سورايسيس؟ بص يا صديقي تعالوا كده نرسم خط ونغير اللون شويه. نقول مثلا هنا دكتور علي وهنا دكتور عبد الرحمن مثلا عشان افهمكم الفرق ما بين كلمه انديوست واجريفيتد. هقول لكم دكتور علي ده شخصيه هادئه تماما، هادي جدا جدا، لا يمكن استفزازه تحت اي ايه، اي ستيميوليشن يعني. طب تعالوا نشوف دكتور عبد الرحمن، لا ده شخصيه غاضبه جدا يمكن استفزازه بسهوله جدا جدا. طيب تعالوا نشوف الفرق ما بين انديوس واجريفيتد. تخيل نجيب واحد ينرفز دكتور علي، كويس، ينرفزه ويضايقه يستفزه، فدكتور علي سبحان الله اتنرفز. طيب الشخص ده اللي نرفز دكتور علي مشي، دكتور علي هل هيقعد متنرفز؟ هيبقى دي طبيعته؟ الاجابه لا. يبقى هو كان شخص هادئ تماما، حد جه نرفزه فوصل للبيك، ولما الشخص ده مشي رجع هادي تاني. شايفين الدنيا مشيت ازاي؟ طيب يبقى الشخص ده عمل ايه من الاخر؟ الشخص ده عمل اندكشن للنرفزه، الشخص ده انديوس النرفزه. يبقى لما اقول لك الدراج ده انديوس ديزيز، ده معناها ان الدواء اللي سيادتك خدته ده عمل لي اندكشن للديزيز، اظهر الديزيز. طب لما اشيل الدواء هرجع نورمال تاني. الاجريفيتد ده انا مش بادئ من هنا، انا اصلا عندي استعداد، فتلاقيني اصلا روحي في مناخيري زي ما بيقولوا، محتاج بس حد يقول لي سلام عليكم انا اتنرفزت خلاص. طب الشخص ده مشي خلاص، انا اصلا كده كده متنرفز، مش هرجع للبيز لاين، انا البيز لاين بتاعتي اصلا نرفزه، فكده انا حصل لي اجريفيشن. كويس، يبقى ده دراج اجريفيتد
ديزيز. يبقى الدراج انديوس يا دكاتره الدراج بيكون هو السبب الوحيد، والبيشنت لا عنده استعداد وراثي ولا عنده استعداد جيني ولا عنده استعداد مناعي، ما عندوش اي حاجه من الحاجات دي، هو جاست خد دواء وصل له الديزيز، طب الدواء يمشي البيشنت يرجع تاني، ده معناها دراج انديوس. يبقى لما اقول لك بيشنت مثلا عنده 25 سنه جاله باي بولر مثلا كويس، وابتدينا نديله ليثيوم، اول ما ادينا له الليثيوم البيشنت جاله سرايسس، فانت سحبت الليثيوم تاني البيشنت خف تماما، يبقى ده انديوس ولا اجريفيتد؟ الاجابه انديوس. تعال اديك مثال تاني، بيشنت عندها 40 سنه جالها هايبرتنشن، اديتها بيتا بلوكر جالها سرايسس، وقفت البيتا بلوكر البيشنت ما خفتش، من الاخر هي القشه التي اتقسمت ظهر البعير كويس، هي كانت محتاجه بس قرص بيتا بلوكر انت اديته لها بس خلاص، هتمسك في المرض مش هتسيبه تمام. يبقى ده المقصود، البيشنت انديوست يعني الدراج از ذا اونلي كوز، البيشنت اجريفيتد يعني انت عندك جيناتيك وعندك اميونولوجيكال ايه، اميونولوجيكال سستبتابيلتي، من الاخر انت الجينات موجوده والمناعه جاهزه مستنيه حته انفايرمنت كويس. طيب هنا في الانديوس لا ده الاونلي كوز، هنا في الانديوس انت محتاج ايه، البيشنت اول ما توقف الدواء البيشنت يحصل له امبروفمنت، هنا البيشنت اول ما توقف الدواء ما بيحصلوش ايه توتال امبروفمنت. يبقى مهم جدا جدا يا دكاتره الادويه اللي عندنا دي، والاذرس بقى طبعا دي حاجه في غايه الاهميه. زي ايه؟ قال لك الايموشنال ستريس. خلي بالك الايموشنال ستريس مش بس النفسيه لانها بتاثر على الهرمونز، فتلاقي برضو البيشنت ابتدت حالته تزداد سوءا او تتغير، فتلاقي مثلا ممكن سبحان الله بيشنت كده تلاقي في بيشنت تلاقيه مشدود معاك في العلاج، متنرفز خايف متوتر كويس، البيشنت دي ما بتمشيش معاه كويس. والله انا اصبر في حالات بتيجي انت بتقول البيشنت ده مش هيكمل، المريض ده مش هيكمل معانا هيموت بنسبه كبيره، لكن تلاقيه راجل كده هادي، العيله بتاعته هاديه، ملوش طلبات كتيره، بالذات يحس الموضوع ده اللي بيبات فيكم في المستشفيات كويس. يعني مثلا لما كنت ببات في المستشفى او لما ببات في المستشفى، فبتلاقي مثلا في بيشنت كده كويس، راجل هادي يقول لك روحه حلوه قرفته حلوه كويس، تعمل له الانفستيجيشن تطلع على طول، مفيش كومبليكيشن، اهله ناس طيبين، تحس ان انت ايه سبحان الله الدنيا بتمشي. بيشنت تاني تلاقيه عارف انت ستريسد، خايف من كل حاجه، خايف الانفستيجيشن يطلع فيها حاجه، وتلاقي كل حاجه خايف منها بتطلع. فلذلك مش بس الايموشنال ستريس بيأثر، ده فعلا الايموشنال يعني حتى كمان نقول ايه البيشنت اللي معمول له ريكومنديشن كده كبيره كده وتلاقي كل شويه حد يوصي عليه، ده اكتر بيشنت بتتبهدل معاه، بنسميه حتى ريكومندوما تمام. فالايموشنال ستريس ده بيأثر والله على الدكتور وعلى المريض مش بس المريض. طيب السموكينج والاوبيستي والالكول، كل دول يا دكاتره لهم علاقه مباشره كويس او غير مباشره بالايه بالسورايسيس. كده نقدر نقول ان احنا الايتيولوجي خلصناها او البريديسبوزنج فاكتور خلصناها، لان الانيشيتور احنا ما نعرفوش. وعلشان كده زي ما بقول لكم السورايسيس هو مرض متشعب جدا في حاجات كتيره جدا جدا. طب تعالوا كده نشوف الابيديميولوجي، هل انا ذكرت حاجه بعينها؟ هتقولي لا الابيديميولوجي ما مسكناش حاجه كده وقلنا والله الابيديميولوجي ده سببه كذا او كذا، احنا ما عملناهوش، ده احنا قلنا الايتيولوجي بريديسبوزنج فاكتور وحطينا مجموعه من الاحتمالات. في الابيديميولوجي عندنا تايب 1 وتايب 2. قال لك قول لي كده السورايسيس ده بيجي في الناس الكبار ولا بيجي في الناس الصغيرين؟ هتقولي والله بص احنا وجدنا ان هذا المرض له طبيعه مختلفه، حاجه اسمها باي مودل. طب ليه ما تقول لي بيجي في اليانج وفي الادلت؟ اشمعنى حطيت كلمه باي مودل في المرض ده؟ ركزوا في النقطه دي يا دكاتره علشان نبقى فاهمين كل كلمه بتتكتب. يقول لك اصل انت لو قلت بيجي في اليانج وبيجي في الاولد ايج في امراض كده، لكن لما يجي يذكر لك كلمه باي مودل اعرف ان يبدو ان وراء هذه الكلمه توابع. لما اقول لك باي مودل يا دكتور خلاص، فانت عرفت كده انها بتيجي في اليانج والادلت مع ايه؟ مع بعض الاسوشيشن ومع كلينيكال بريزنتيشن قد تكون مختلفه شويه. فهاجي اقول لك هنا احنا عندنا تايب 1 وتايب 2. تايب 1 وتايب 2، تايب 1 ده بيجي في اليانج ايج سن ايه 15 20 سنه، تايب 2 لا ده الاولد ايج. خلي بالك كل ما الحاجه تظهر بدري كل ما هتلاقي معاها جيناتيك سستبتابيلتي عاليه كويس. يعني لما اقول لك واحد ظهر المرض عند 15 سنه ده بنسبه كبيره فيه حاجه جيناتيك بقى هنا
دي اللي معلمه قوي يعني. فيقول لك سبحان الله تجد الناس دول معاهم باظت الفاميلي هيستوري، شايفين ترتيب المعلومه كويس، يبقى المعلومه ايه مرتبه في ذهني، ما دام بيجي في الادلت يبقى بنسبه كبيره في باظت الفاميلي هيستوري. طب واحد جات له اولد، يعني واحد جات له عنده 50 سنه 60 سنه، ده هيكون ابوه جاله سورايسز يعني ما تحبكهاش قوي، بنسبه كبيره لا، مش هيكون الوضع هكذا. الاتش ال ايه، بما انه باظت الفاميلي هيستوري يا دكاتره، يبقى الموضوع هيكون اتش ال ايه اسوشيشن كومن ولا نوت كومن؟ برافو عليكم، كومن. يقول لك هتلاقي معاه اتش ال ايه سي دبليو 6 بيبقى كومن جدا في تايب 1 وليس كومن في تايب 2. طيب طبعا السورايسيس دكاتره مش بس ان انا بتكلم عليه باي مودال، ده بنسبته عاليه جدا، كل 100 شخص هتلاقي عندك بنسبه كبيره من 2 ل 3 اشخاص عندهم سورايسيس، فدي نسبه كبيره جدا جدا. يعني حتى 1% اللي انا كاتبها لك في الورق دلوقتي بقى يقول 2%، وكمان البيبرز بتقول من 2 ل 3%. طيب تعال نشوف الباثوجينيسيس. بص اصدقائي، يعني احنا مش عايزين الباثوجينيسيس، انا هتكلم عليه 3 نقاط خفيفه والمره الجايه هبتدي بيه. يعني انا هدخل دلوقتي في الكلينيكال بيكتشر، والمره الجايه هبتدي اقول لك الباثوجينيسيس ده كانت اللعبه فيه فين. ليه؟ لان بيني وبينك محتاج تكون ايه الدنيا في بدايه المحاضره، مش في نص المحاضرة خالص، هتفصل مني. لكن اللي عايزك تعرفه إن الموضوع له إيه؟ درجات. أي اتنين كويس إيه بيبتدي يتعرفوا على بعض محتاج يبقى فيه إيه؟ يعني شوية تعارف، تمام؟ وده اللي بيحصل، إن أنا مش هجيله سورايسيس إلا لما يبتدي يحصل تعارف ما بين الأنتيجين بريزنتنج سيلز اللي مش شايلة الأنتيجين، اللي هو ممكن عند شخص تاني مش أنتيجين. ادينا مثال على ذلك، ستريبتوكوكال انفكشن، كلنا جالنا ستريبتوكوكل، لكن في الشخص اللي عنده سورايسيس ده اعتبر ان الستريبتوكوكل ده انتيجين وهيبتدي يشتغل عليه علشان يعمل سورايسيس. طب ليه الشخص ده؟ ما نعرفش. فلازم اول حاجه الانتيجين بريزنتنج سيلز اللي شايله الانتيجين تبتدي تتعرف على التي سيلز. دي اول خطوه. لذلك كنت بقول لهم ايه؟ يعني في قاعدتين علشان نقدر نفهم الباثوجينيسيس. القاعده الاولى نروح الجنينه ونشبك ايدينا. القاعده دي هنفهمها المره الجايه ان شاء الله، ان انت لازم ايه في البدايه كده نتعرف ايه؟ يعني نبتدي نتعرف على بعض. طب تخيل خلاص اتعرفوا على بعض، تمام؟ اتنين اتعرفوا على بعض، ايه الخطوه اللي بعد كده؟ تكستنج، كويس؟ نبتدي نكلم بعض بقى، ان انا ابتدي اعمل ايه؟ سيكريشن لسيتوكاينز، انا كانتيجين بريزنتنج سيلز هطلع لك شويه سيتوكاينز اعمل لك بيهم ستيميوليشن، كويس؟ علشان ترد عليا انت كمان بيه انتيجين بريزنتنج بسيتوكاينز. بس هنا بيظهر حب من طرف ثالث بقى، ويبتدي الاثنين دول يحبوا السكن ويحبوا الجوينت ويعملوا لنا الايه؟ السورايسيس، وهو ده الريسبونس. يبقى انا دلوقتي عندي اول حاجه مرحله التعارف، ثاني حاجه مرحله التكستنج او سيكريشن اوف سيتوكاينز ما بين الانتيجين بريزنتنج سيلز وما بين السي دي 4، علشان بعد كده المفروض الاثنين بقى ادام اتعرفوا على بعض خلاص ياخدوا خطوه، فهياخدوا خطوه اجينست حب من طرف ثالث اللي هو السكن والجوينت، فيعملوا لنا مرض الايه؟ السورايسيس، وده الريسبونس بتاعه. ده ببساطه واختصار الباثوجينيسيس. هل مهم ان انا اشرح الباثوجينيسيس باستفاضه الاجابه؟ نعم، لان انا لو ما شرحتش الباثوجينيسيس مش هتفهم البيولوجيكس. وعايز اقول لك دلوقتي البيولوجيكس ده الايه؟ ده الكلام بقى بتاع تريتمنت دلوقتي. احكي لكم موقف كان لطيف جدا. كنت مره بحضر مؤتمر عن الايه السورايسيس، كانت الدكتوره مهيره حمد السيد، هي تعتبر من يعني ماسكه رئاسه الجلسه، وكانوا الناس بيتكلموا بقى ان البيولوجيكس دي ايه ايرا واختفت بقى خلاص. البيولوجيكس احنا دلوقتي بنتكلم في الجاك انهبيتورز. فطبعا كنت قاعدين احنا وزمايلي اخواننا، ده احنا الميسوتريكسيت ده ساعات مش بنلاقيه، تمام؟ المهم فالراجل بعد ما خلص، لقينا شباب صغيرين كده، فخلاص يعني خد الكلام من الناس الكبار واتكلموا في العلم، فالناس الاجانب دول روحهم خفيفه شويه. فجي وقف معانا، انتوا بتستخدموا ايه علشان السورايسيس؟ فبقيت ابص لزميلي، كلمه انت كويس بضحك يعني، طب جربتوا البيولوجي؟ جربتوا مثلا الكوزانتكس؟ وجربتوا مش عارف الاستيلارا؟ طبعا احنا ما بنتكلمش كويس. فصاحبي قال له والله احنا عندنا شورت شويه في الميسوتريكسيت. فالراجل اتصدم، يا عيني صدمه، كويس صدمه عمره والله. فالفكره كلها ان العالم دلوقتي كله بيستخدم او بيتكلم سايد افكت اوف بايولوجكس، وهنتنقل لخطوه ثانيه. فانت مش هتفهم بايولوجكس خالص، ومش هتفهم الانتر اكشن اللي حصل غير لما تفهم الاستيميوليشن حصل ازاي، لان بيني وبينك في جزء من البايولوجكس يشتغل على
ان يوقف الاستيميوليشن. وبعد كده ظهر بيولوجيكس جديده تشتغل على انها توقف السكريشن، وبعد كده ظهرت بيولوجيكس جديده تقفل الريسبتور على السكن وعلى الجوينت. وكل مرحله من دول ليها الباثوي بتاعها وليها البلوكرز برضو ايه بتاعتها. طيب تعالوا بقى نتكلم على الكلينيكال بيكتشر، نبتدي بقى الكلام الايه اللطيف في الكلينيكال بيكتشر. الكلينيكال بيكتشر اصدقائي عندنا صفه عامه، وبعد شويه هنبتدي ايه نخصص هذه الصفه ازاي. تعالوا كده نشوف، هتلاقينا بنتكلم نفس الكلام اللي احنا اتعودنا عليه قبل كده. انا شايف ايه؟ مالتيبل ايه؟ شاربلي ديماركيتد. ونقطه شاربلي ديماركيتد نقطه مهمه جدا جدا يا دكتور. لو جينا نفكر كده، هو ممكن ايه اللي لخبطنا مع السورايسز بالمنظر ده؟ يعني لو جالك حد بالمنظر ده، هفتح المايك كده ومحتاج اسمع رايكم، لو جالك بيشنت بهذا الشكل يلخبطك معايا الشكل ده. في دايما اتنين كده بيتحطوا مع بعض دايما مع السورايسز. انا بس انا بتكلم عن الصوره دي، هل حد عنده تصور؟ تخيل مثلا حاجه زي دي او سكالب سورايسز يلخبطك معايا، يلخبطك مع سيبوريك درماتيتس، اكزيما، كونتاكت. طبعا عايز اقول لك بالحاجات دي يوجوالي ال ديفاين، النقاط دي مهمه ال ديفاين. هاجي اقول لك هنا في السورايسز شاربلي ديماركيتد بيبقى مرسوم. بص يا صديقي مثلا، شايف المنظر؟ لا، يعني احتماليه ان انا اقول ال ديفاين، شايف المنظر؟ شايف الشكل؟ ويل ديفاين، مش دعوه بالحاجات دي. طيب يبقى انا مبدئيا كده بسم الله الرحمن الرحيم، النمبر مالتيبل، الشيب شاربلي ديماركيتد بليك، الكالر اريثيميتس. هل في حاجه هنا دكاتره ملحوظه بقى؟ سيلفر لامينيتد سكيلز. يعني ايه لامينيتد سكيلز؟ تلاقي سكيل ورا الثانيه ورا الثالثه ورا الرابعه، تحس ان انت تقعد تقشر تقشر تقشر، تشيل لايرز واحده ورا الثانيه علشان توصل للبيز بتاعتك. طب هل دي ليها سبب؟ اه طبعا، لما اجي اشرح لك الباثوجينيسيز هقول لك ان السورايسيس اصلا اتكون دي، ده علشان حصل ترن اوفر سريع جدا. ازاي يا دكتور؟ بص يا صديقي، السكن ربنا سبحانه وتعالى خلقه من ثلاث طبقات، الابيديرمس تحتيها طبقه الدرمس تحتيها طبقه السبكوتانيوس. واحنا لما بنيجي نتحرك بنتحرك من الابيديرمس من البيزل سيلير الى سباينال سيلير الى جرانيولار سيلير الى كورنوفايت سيلير. يعني عندي اربع طبقات. المفروض البيزل سيلير بتنقسم تبقى سباينس، والسباينس تنقسم لحد ما تبقى جرانيولار، والجرانيولار يبتدي يحصل فيها تغيرات لحد ما تبقى هورن سيلير. الرحله دي كلها في 40 يوم. رحله 40 يوما. من اول البيزل لحد ما تبقى كورنيفايت. واحنا دائما في تجديد مستمر. اللي بيحصل في السورايسيز يا دكاتره ان القطر ما بيوصلش في 40 يوم. يعني الرحله اللي من البيزل لحد الهورن سيلير قعدت 4 ايام. ده الترن اوفر ايه سريع جدا. فانت عندك البيزل اللي النهارده يوم الخميس موجوده بيزل، على يوم الحد هتلاقيها هورن سيلير. دي المفروض تقعد شهر و10 ايام عشان تبقى هورن سيلير. ترن اوفر سريع، فتلاقي طبقه كورنيفايد سيلير وراها طبقه وراها الثانيه وراها الثالثه وراها الرابعه، يبتدي يكون عندك لايرز كتيره جدا جدا، وده اللي يعمل لك السكيلز. كويس؟ طيب بشوفه فين؟ في الاكستنسورز. بيني وبينكم يا دكاتره، حد عنده تصور اشمعنى بشوفها في الاكستنسور عني؟ كويس؟ او على عشان تروما. الله يفتح عليك، هي التروما. ما هو البيشنت اكتر حتت بيحصل فيها تروما هي الايه؟ الاكستنسورز. كويس؟ لذلك انت لما تيجي تقعد بتريح على الالبو، لما تيجي تسجد الني، لما تيجي تنام الباك. فتلاقي بص المنظر تلاقي كلها. طبعا موضوع الابدومين ده يعني ليه حكايه، الباك مش دعوه بالصوره دي خالص. طيب يبقى انا دلوقتي يا دكاتره بنسبه كبيره الصوره العامه بالنسبه لي ان النمبر كتير، الشيب عرفته، الكلر عرفته، السايت عرفته، اللي سبيسيفيك حاجه اسمها جراتاج تيست. ايه حكايه الجراتاج تيست؟ بص يا صديقي، البيشنت مثلا بيكون عنده، هنبتدي نتخيل كاننا بنبص على الجلد من مستوى افقي وليس راسي، من على الجنب كده. عنده مثلا لايرز بالمنظر دي، سكيلز. كويس؟ بالمنظر ده
وادي السكيل، يعني ادي السكيل وادي السكيلز. قال لك الجراتاج ده ان سيادتك بتقوم جايب سلايد اللي هي بتاعت السلايد في الميكروسكوب، وتبتدي تقعد تقشر تشير لايرز لايرز لايرز. اول ما تبتدي تشير لايرز يبتدي يظهر عندك بين بوينت بليدنج كده بالمنظر ده، تلاقي ايه نقاط دم ابتدت تظهر. قال لك وجود نقاط الدم دي، وهنفهم دي حصلت ليه في الباثولوجي دي، بتثبت سورايسز. طب الجراتاج فهمنا يعني قشرنا، طب الساين دي اسمها ايه؟ قال لك انت الساين دي لما شفتها عملت لك ايه؟ قلت لي الساين دي اثبتت السورايسز، بتثبت السورايسز، يبقى هسميها اثبت ساين. طبعا هي ما اسمهاش كده علشان كده يعني، ده كلام ايه بالحب يعني. يبقى انا دلوقتي عرفت ايه الجراتاج تيست، ان انا لما بعمل سكراتشنج فور ذا ليجن يبتدي يظهر بين بوينت بليدنج ايكوال اثبت ساين اوف ايه؟ اوف سورايسز. دي نقاط ثابته في اي موضوع انا هتكلم فيه يا دكاتره. تعالوا بقى نشوف الفاريانس يا اصدقائي. صلوا بينا على النبي كده عشان نبتدي نعرف احنا هنتكلم عن الفاريانس ازاي. قال لك الفاريانت احنا هنقسمها اكوردنجلي الشيب، او اكوردنجلي السايت، او اكوردنجلي السيفيريتي. كلام جميل خالص، ده الشيب سهله. قال لك يعني ايه؟ عادة يعني تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن. هتجد دلوقتي ان الشيب ابتدى يتغير، السايت هتلاقينا ابتدى نعمل تقسيمه ثانيه، والسيفيرتي. بص الشيب قال لك هنبتدي نتكلم عن البليك والبابيول، يعني السايز بتاعنا كبليك او بلاك في بعض الروايات، والبابيول. قال لك قد تكون الليجن كبيره بالمنظر ده، كبيره جدا جدا. فده اللي هو المنظر اللي انتم شايفينه دلوقتي الجيوغرافيك. قال لك او ممكن تبقى اصغر شويه ومصمطه بهذا الشكل. طب لو هي اصغر شويه عارفين هنسميها ايه؟ ده جيوغرافيكال، دي كبيره، هنسميها ديسكويد. طب معلش ابتدي صغرها شويه وفرغها من النص بالمنظر اهو، يعني جوه مفيش ليجن. طب لو حاجه السنترال فري اسميه في اللحظه دي ديسكويد، اسميه انيولار. بالظبط كده انيولار. يبقى انا دلوقتي المعلومات يعني مدرجه بطريقه سهله، ان انا عرفت الايتيولوجي، هو مش ايتيولوجي هو بريديسبوزنج فاكتور. الابيديميولوجي المرض ده خبيث زي ما قلت لكم، السورايسز خبيث في الايتيولوجي، في الابيديميولوجي، في الكلينيكال بيكتشر، في الانفستيجيشن، ايفن في التريتمنت. يعني احنا لما ممكن نقعد في السورايسز محاضرتين، تجد في محاضره بعد كده خلصنا كام ايه اللايكن مع مش عارف ايه، محاضره اللي بعديها اللايكن مع بقيه البابلوسكوبس. فالسورايسز هو دي سخافته كويس. فانت عندك جيوغرافيكال لو نيجي نتكلم الشيب، وسايت وسايز. الشيب بقسمه ليجن كبيره وببتدي اصغرها، جيوغرافيكال ديسكويد انيولر. طب البابيولز بقى الصغيره، نقاط بقى جطيت. قال لك قد يكون الجطيت ده في الترانك، اه قال لك ممكن يبقى حاجه زي الجطيت تبقى موجوده على الهير فوليكل بس، فوليكلر، او واخده لاين فسميها كلير. شايف الجمال؟ الدنيا ايه ماشيه حلوه قوي. يبقى انا دلوقتي يا اما بليك كبيره ببتدي اصغرها ديسكويد جيوغرافيكال، ثم ديسكويد، ثم مفرغه من الداخل، الا وهي الانيولاريتي. طب وبالنسبه للبابيول، نقطه جطيت. طب ولو على الهير فوليكل، فوليكلر. طب ولو واخده لاين بسميها لينير. طب والسايت، بص بقى الكلام بقى سكن، امال اللي فات ده كان ايه؟ اصبر بس، هير نيل ميوكاس ممبرين. طيب لو جيت تتكلم على السكن، بيني وبينك السكن كسايت في مكانين سبيسيفيك قوي يا دكاتره، بيختلف فيها البرزنتيشن عن الانواع اللي فاتت. يعني الانواع اللي فاتت هتكلم نفس الحاجه، مالتيبل ويل ديفاين اريثيماتس بليك، فيها سيلفر ليمينيتد سكيلز، موجوده في الاكستنسور يوجوالي، جراتاج تيست بوزيتيف، ويدينا اثبت صحيح. ده في كل اللي انا هقوله اه، احنا بقى بنثبت قواعد بنمشي عليها. قال لك السكين هنا في مكانين بيدوا سيمتومز مختلفه، عشان كده انا حطيتهم واحده، البالمونسول و الفليكشن. يبقى انت دلوقتي عندك مكانين ببتدي مختلفين شويه في الاسكان، وهقول لك اختلافهم يجي منين لما يجي وقته. طيب الهير سكالب سورايسز،
النيل عندنا نيل سلايسز، ميوكاس ممبرين ميوكاس ممبرين سلايسز. عد الجمايل بقى، يبقى انت عندك 6 في الشيب وعندك 5 في السايت، يبقى كده 11 نوع، وانت لم تبذل اي مجهود ان انت يعني تعمل ريكول للمعلومه. طيب السيفيريتي، الثلاثه اصحاب الايه؟ السوء، يعني اللي هو اسوأ حاجه ممكن البيشنت يوصل لها. اول حاجه سورايتيك ارثروباسي، دي من الايه؟ من المشاكل اللي ممكن تحصل للبيشنت، سورايتيك ارثروباسي. طيب ايه تاني؟ حاجه اسمها اريثروديرما. قال لك ارجع كده للشيب، انت كنت بتقول لي مالتيبل، الاريثروديرما مش مالتيبل يا صديقي، الاريثروديرما 90% من جلد المريض، ده البيشنت ايه؟ اتسلق كويس 90% من جلده، الريسيما وسكيلز. ايه تاني؟ باستولار سورايسيس. يبقى يبدو ان انا هنا ما بتكلمش بقى عن شيب، ما بتكلمش عن كلر، ما بتكلمش عن سايز، ما بتكلمش عن سايت، انا بكلمك على يا اما ليجن مختلفه كليا، يا اما البيشنت حصل له انترنال انفولفمنت زي الجوينت، يا اما البيشنت حصل له ديفيوز الريسيما، وده اللي انا بسميه ريسبيتري. في كل واحده من هذه الانواع، وهو ده التحدي، انت محتاج تعرف كلمه او كلمتين وبس. احنا ثبتنا القاعده، قلنا مالتيبل شاربلي ديماركيتد اريثيماتس بليك والسيرفر لامينيتد سكيلز موجوده في الاكستنسورز، جراتاش تيست بوزيتيف ده السبيسيفيك، اسوشيشن كومبليكيشن هيلينج، الهيلينج هايبوبيجمنتيشن، الاسوشيشن الدكاتره والكومبليكيشن، الاثنين دول هنبتدي نضيفهم في بعض الحاجات. تعالوا نمسك اول نوع، ادي مثلا انا هتكلم على البليك، هتكلم على اول حاجه جيوغرافيكال. بص المنظر، هتلاقي الموضوع مش بابيول ولا جاست ديسكويد، ده انت بتاخد ايه؟ لارج اريا. فانا عندي دلوقتي لارج كيرفد باترن، عشان تبقى جيوغرافيكال يعني هتزود ايه؟ شاربلي ديماركيتد الريسيمتس بابيولو بليك والسيلفر لامينيتد سكيلز موجوده على الاكستنسورز، الاكستنسور هتلاقيها في الباك، هتلاقيها في الني، هتلاقيها في الالبوز، هتلاقيها برضو ممكن ديسيمينيتد، والجراتاش تيستس بوزيتيف. الاسوشيشن والله ممكن يكون معها جوينت نير بقى، تبقى اسوشيشن مع الاذر سايتس. الكومبليكيشن وارد تبقى موجوده، البيشنت يخش في اريثروديرما، يخش في باستلر سرايسز، يخش في سورايتيك ارثروباس. فكانك بالظبط كان في مثلا زمان عندنا في مصر يقول لك خد من دقنه وادهن له. كويس؟ كان ايه قصته لطيفه؟ يقول لك مش عارف واحد كده كان بيحب العطور، فكان مربي دقنه ودايما يعطر ايه لحيته يعني. طب انت تعمل فيه ايه ده مثلا؟ يقول لك لما تيجي تاخده بالحضن حط ايدك على لحيته وايه واقعد يدهن له كده، فالراجل يشم ريحته يلاقي ريحته جميله فيفتكر ان انت حطيت له ايه؟ عطر يعني. كويس؟ فمعناه خد من دقنه وادهن له. هي نفس الفكره، هتاخد منين؟ من الحاجات اللي قبل كده. ايه الكومبليكيشن بتاعتك؟ سيفيريتي، باستلر سرايسز، سورايتيك ارثروباسي، الاريثروديرما. كويس؟ مش هنقول حاجات جديده يعني. طيب تعال نصغر الليجن شويه. بص المنظر كده، اتس ديسكايد. لما تيجي تبص على الشكل كده، ده كلها عامله زي الكوينز يا دكاتره. كويس؟ كانك حاطط كوينز. وما شاء الله السيلفر لامينيتد سكيلز اهي، يعني دي باينه. بص ودايما تلاقينا ايه؟ جايبه يوجوالي من ظهره. يوجوالي من ظهره ليه؟ اكستنسورز. تمام؟ يعني حتى كمان لو تلاحظ كده تلاقي الحتت اللي على البوني بروميننت تلاقيها مور افكتد. ليه؟ مكان ما بيحصل تروما كابنرايزيشن، ان انت بيظهر لك ليجن مكان التروما من نفس مرضك. طيب فده احنا بنسميها الايه؟ بنسميها الديسكويد سورايسيز. طيب تعالوا نشوف يا دكاتره النوع التالي الانيولر. وهنا بصراحة عايز أزود لكم معلومة حلوة. الأنيولر إيه الكلمة اللي هزودها؟ رينج شيب ليجن شاربلي ديماركيتد إريثيماتس بابيولو بليك موجودة في سيلفر لامينيتد، موجودة في الإكستنسور أو في الترانك، ومعاها جراتاش تيستس بوزيتيف. لما تيجي تبص على بيشنت عنده سرايسيس، أنتوا عارفين من أكتر الأماكن تعتبر مفتاح للسرايسيس؟ اكتبوها عندكم يا دكاترة. الأمبليكس. المكان ده يا دكاتره اقدر اقول لكم لما تلاقي الدنيا ملخبطه، وعايز اقول لك السرايسيس احيانا يضللك مش بالسهوله اللي انت ممكن تتخيلها. يعني بتجد يعني مثلا وجدت روشته من حد كبير جدا جدا من الناس المعروفه اسمها، مشخص السرايسيس على انها لايكن. هل ده مشكله فيه؟ الاجابه قطعا لا.
وعلى فكره وانت كمان هتغلط، وعلى فكره وانا كمان بغلط، كلنا بنغلط. لكن الفكره اللي انا عايز اقولها لك، السورايسيس مع انه مرض يعني 2% من البشر او 3%، يعني مرض شائع ربما تتلخبط فيه وربما تقف قدام الحاله مش عارف تشخصها. فلذلك بيبقى انت محتاج يعني حد يقول لك علامه من العلامات والدلالات اللي بتبقى موجوده في السورايسيس، هي الحته دي الامبريكس. يوجوالي اول ما تلاقي الامبريكال افكتد كده اعرف ان الحاله دي سورايسيس، تمام؟ فدي اكتبوها عندكم ان دي ايه بوينت مهمه يعني في السورايسيس. طيب كلام جميل وخلصوا الحمد لله. جيوغرافيكال ديسكويد انيولار، تعالوا نشوف الايه الجطيت. كلمه جطيت يعني ايه؟ عامله زي قطرات الندى. يا سلام، بص المنظر، جاست بابيول صغيره، بابيول. طيب فهقول دروب لايك ليجن، شاربلي ديماركيتد، اريثيميتاس بابيول وبليك، سيلفر لامينيتد سكيلز. دكاتره طول ما انت ابتديت تتخنق من المعلومه ده معناها انها لبست في مخك. هو انا دلوقتي ابقى ايه راضي جدا عن النقطه دي، ان انت حاسس المعلومه بتتكرر، دي اهم كلمه. طيب السايد بتاعك خدها قاعده. بص يا صديقي، كل ما الليجن بتاعتك تصغر كل ما هتلاقيها مور ديسيمينيتد. خد قاعده. لذلك كلمه ديسيمينيتد حتى اقولها لزمايلكم، لما اقول لك ليجن ديسيمينيتد على طول تبتدي تفسرها انها سمول ديستريبيوتد جنراليزد بايلاترال وسيمتريكال ديسيمينيتد. البيشنت ظهرت عنده الرابيد ليجن، فدايما تلاقي فيه حاجات سبحان الله محتاجه جاست تامل كويس، ممكن ما تلاقيهاش في كتاب بس متامله، ان انت كل ما الليجن تكون صغيره كل ما هتلاقيها مور ديسيمينيتد، كل ما تلاقيها شورت ديوريشن، وربما يكون العلاج يكون الكوز رياكشن، وده مثال عندك. فتلاقي البيشنت ده عنده دروب لايك ليجن، سمول ليجن، اعرف انها ربما تكون رابد، وربما البيشنت ده علاجه يبقى ايه نتيجه رياكشن حصل له. فشوف كده هنقول نفس الكلام، دروب لايك ليجن، شاربلي ديماركيتد، اريثيميتاس بابيول وبليك، سيلفر لامينيتد، موجوده في الترانك، جراتاج تيست بوزيتيف، فالعيان اوسبت ساين، عنده اوسبت ساين. الاسوشيشن ايه بقى؟ ستريبتوكوكال انفكشن. شوف تحس ان القاعده ايه ماشيه ومتلازمه واحده تلو الاخرى. يبقى انا دلوقتي في هذا المريض انا عندي جراتاج سرايسز، سوري جطيت سرايسز، والبيشنت ده جاله نتيجه ستريبتوكوكال انفكشن. اسالك سؤال يا دكتور، لما تيجي تعالج البيشنت ده تدي له ميثوتريكسيت ولا فوتوثيرابي، بالذات ده هيكون طفل، ولا توبيكال ولا سيستميك انتي بايوتيك؟ يوجوالي سيستميك انتي بايوتيك. لذلك كل ما بتكون عارف السبب ايه تقدر تحل المشكله كويس. يعني يوجوالي المريض ده، وكلمه يوجوالي مهمه، بعالجه بسيستميك انتي بايوتيك، ان انا عايز اتخلص من السبب. اللهم لك الحمد عرفت السبب كويس، عرفت اللي عمل لي مش انيشيتور، عمل لي ستيميوليشن للاميونيتي كويس. فمجرد ما عالجه البيشنت ده بنسبه كبيره هيتحسن. طيب تعالوا كده نشوف الحاله دي، وبصراحه انا جايبها برضو علشان ايه حاجه في نفسي، ودي هتشوفوها كتير، هتشوفوها كتير. ده ميل بيشنت، نفكر مع بعض نعمل تيست كده. ميل بيشنت عنده بيرينال اتشنج اند اريثيما، بعد افتر دايز بيشنت ديفلوب مالتيبل اريثيميتاس سكيل وليجن. يعني البيشنت عنده بيرينال اريثيما وبعديها بكام يوم ابتدى يظهر له مالتيبل اريثيميتاس سكيل ليجن، اللي هو يعني ايه يا دكاتره؟ الثلاث كلمات دول جطيت سورايسيز. تفتكروا يا دكاتره ايه ده؟ طب تفتكر الايتيولوجي اللي عمل الشكل ده حوالين الانس هو ايه؟ اكيد اكيد ستريبتوكوكس. يبقى يبدو ان ستريبتوكوكاي ممكن تيجي حوالين الايمن، حاجه بنسميها بيري انال سيلولايتس او بيري انال ستريبتوكوكال ايه؟ ستريبتوكوكال انفكشن. البيري انال سيلولايتس ده المصطلح الاخر، ده بتلاقي الطفل صغير عنده الريثيما واتشنج وبين حوالين الانس بس، ده ستريبتوكوكاي. ودي ممكن على فكره تلخبطكم يا دكاتره مع تشايلد ابيوز، فخلي بالكم. فلما يجي لك طفل عنده بيري انال اريثيما ما تحطش تشايلد ابيوز، لان هو ده التفكير المنطقي اللي بيجي لك، لا ده ممكن يكون ايه؟ جاست ستريبتوكوكاي. طيب تعالوا كده بصوا المنظر، شفت البيشنت جاله ايه؟ نفس الحاله. ايه كل ده؟
ده كل ده سمول بابيولز، بيني وبينكم كده ديسيمينيتد ولا لا؟ ده ديسيمينيتد سمول ليجن، واخده بايلاترال وسيمتريكال. فاذا الحاله بتاعتنا ده عباره عن بيرينال سيلولايتس ديو تو ستريبتوكوكاي، عملت لنا ما يسمى بالايه؟ بالجاتيت سولايسيس. كده احنا خلصنا الايه؟ الجيوغرافيكال، خلصنا الديسكويد، خلصنا الانيولر، تعالوا وخلصنا الجاتيت، تعالوا ندخل على الفليكلر واسالكم سؤال. الفليكلر طيب يا دكاتره، ودي للعلم يعني بتظهر مكان الهير فوليكل، ويجي كده في الابيديميولوجي والسايت يقول لك ده الموست كومن، بتيجي في الساي عند الادلت فيميل. حد يقدر يقول لي ليه؟ ايش معنى المكان ده؟ يعني ايش معنى؟ برافو عليك يا دكتوره روان. الفكره كلها هير موفل كويس، اتس تروماتيك، كاني بالظبط عملت تروما لايه؟ للهير فوليكل، ادت الى حدوث او ظهور الفوليكولار ليجن. طيب حلو كده، نشوف بقى اللينير، وده لينا ايه حكاوي فيه يا دكتور اللينير. طيب لما نيجي نتكلم عن اللينير سترايسز، هنبتدي نتكلم عن مصطلح هنستخدمه في الجلديه، وربما نستخدمه في ايه؟ نستخدمه في اماكن اخرى. هو مصطلح الكوبنر فينومينا او الايزومورفيك. طب ليه سميناها ايزومورفيك؟ كلمة ايزو يعني زي او لايك او يشبه، مورفيك يعني ايه؟ قال لك تخيل بيشنت عنده سرايسس، والبيشنت ده هرش في ايديه مثلا، مكان ما بيهرش، مكان ما بيعمل اتشنج، يظهر له ليجن من نفس شكل الايه؟ الليجنز، من نفس شكل المرض اللي عنده، ايزومورفيك نفس الشكل بالظبط، فاقوم مسميها ايه؟ ايزومورفيك. يعني البيشنت مكان ما بيحصل له تروما في ان انفولفد سكن. يعني ايه؟ يعني البيشنت مثلا عنده الفور ارم والارم، الليفت فور ارم والليفت ارم ما فيهمش اي ليجن، لكن جسمه كله فيه سورايسس. فيجي لك البيشنت ده يعمل اتشنج مثلا او يخرش في الليفت ارم والليفت فور ارم. البيشنت اتشي في ان انفولفد اريا اوف سورايسس، حته ما فيهاش سورايسس. استنى عليه كده اسبوع، استنى عليه 10 ايام، هتلاقيه مكان الاتشنج ظهر عنده same lesion of his disease، ابتدى يظهر عنده psoriasis، it's isomorphic. هيجي واحد يقول لي طب هل التروما دي تروما يعني specific او خاصه بالميكانيكال تروما؟ هقول له لا، قد يكون التروما دي physical، قد يكون دي wound ميكانيكال، قد يكون thermal، قد يكون vaccine، مكان ما بياخد الفاكسين ميكانيكال تروما، يعني يبتدي يظهر عنده الايه؟ الليجن. يبقى انا دلوقتي اصدقائي في اللينير فينومينا كويس، او اللينير سرايسيس اللي هو بيمثل الكبنر فينومينا، بيمثل الايزومورفيك، الثلاث مصطلحات دول بيتحطوا مع بعض. ولكن الايتيولوجي ما بيكونش ثابت، ده ممكن يكون فيزيكال او كيميكال او ميكانيكال او فاكسين، اي سبب من دول. ونرجع الباثولوجي، قال لك ربما يكون الاندوثيليال كروس فاكتور بقى بتزيد في المكان ده، او الابيديرمال كروس فاكتور بتزيد، او الريسبتورز فيها هايبر سنسيتيفيتي. يعني من الاخر احنا مش قادرين نضع ايدينا على السبب الايه؟ المباشر. طيب تعالوا نشوف الكلينيكال بيكتشر، مش هيختلف كتير. بص المنظر، انا شايف ايه؟ لينير ليجن بس، قول لي لينير، شاربلي ديماركيتد، اريثيمتس بابيول او بليك، سيلفر لامينيتد سكيلز، موجوده في ان انفولفد سكن، مكان ما فيهوش اصلا ايه؟ يوجوالي ما فيهوش سترايسس. طيب تعالوا كده نسال بعض سؤال، اسالكم سؤال يا دكتور، لو انتم شفتوا حالات جلديه، هل الكبنر دي سبيسيفيك للسترايسس؟ نو بالظبط. ليه؟ بنشوفها في حاجات ثانيه كتير، ده وارد نشوفها في لايكن، وارد نشوفها في فيتيلايجو. تعالوا كده نشوف الامثله في البابلو سكويمس، كل ده سترايسس، لايكن، ابيتريس روبرابيلاريس، لايكن نيتيدس. والحالات دي يا دكاتره يعني السرايسز واللايكن بلانس والبي ار بي دول ترو كوبنرايزيشن. يعني ايه ترو كوبنرايزيشن؟ يعني ده فعلا بيحصل رياكشن في الجلد في المكان ده. طب تعالوا نشوف نموذج تاني، الوارت، تلاقي العيان اللي عنده وارت يقول له ما تحاولش تهرش في جسمك، ما تحاولش تعمل اتشنج. ليه؟ اصل المكان اللي هتعمل فيه اتشنج هيبتدي يظهر لك فيه وارت. طب بيني وبينكم بقى،
هو لما هرش في مكان الورد وهرش في مكان تاني في جسمه، هل ده كوبنرايزيشن ولا البيشنت عمل ري انفكشن؟ ري انفكشن. يبقى هل ده ترو كوبنر؟ الإجابة لا، دي حاجة اسمها سودو كوبنرايزيشن. يبقى السودو كوبنرايزيشن ايكوال ري انفكشن، سيادتك عملتها لنفسك. يبقى تاني انا عندي ترو وعندي يعني الايه السودو كوبنرايزيشن. وللعلم الفيتلايجو احنا نقدر نضعه تحت طاوله الايه الترو كوبنرايزيشن. طيب تعالوا اسالكم برضو ايه نقطه تانيه، هتلاقوا فيه حاجات كده ممكن تلاقوا كده موجوده في بعض التكست بوك، يقول لك questionable كوبنرايزيشن، وتلاقي حاجات يقول لك occasional كوبنرايزيشن. يبقى هتلاقوا ايه مصطلحين كمان عشان لو تعرضتوا ليهم. occasional اللي هو احيانا بيعمل واحيانا لا، يعني مش شائع في هذا المرض. وفي امراض يقول لك questionable، يعني ايه؟ يعني مش عارفين اذا كان ليه ريليشن ولا لا. ففي المصطلحين الزياده دول ممكن تضيفوهم عندكم، بس يبقى تضيفوا بس نقطه true ده اللي يهمني، pseudo occasional وحاجه اسمها questionable او بور كويس، ده عشان يعني ممكن تخبطوا فيهم. يعني في مصطلح جميل بقى، عارفين مصطلح ايه؟ وده ليه يعني ابلكيشن حلو، ريفرس كوبنرايزيشن. عارفين يعني ايه ريفرس كوبنرايزيشن؟ يعني البيشنت تخيل عنده سورايسيز هنا، يبتدي يهرش في المكان ده، عارفين ايه اللي يحصل له؟ يتحسن. يبقى مصطلح غريب ان انت تلاقي بيشنت عنده نورمال سكن، كويس نورمال سكن. البيشنت اللي عنده نورمال سكن لما يعمل اتشنج يظهر له سورايسيس. يبقى في هذه الحاله انا بسمي دي ترو كوبنرايزيشن. يقول لك البيشنت تاني لا، ده عنده سورايسيس، يخرج في المكان اللي فيه سورايسيس يخف، يبقى ده ريفرس كوبنرايزيشن. انا عايز اقول لكم ان الحاجات دي احنا بنشوفها في الجلدين. هديكم مثال على ذلك، المثال ده انا اصطدمت بيه. البيشنت اللي عنده كوتينيوس تي سيل لمفوما، او اللي احنا بنسميه المايكوزيس فانجويد. البيشنت اللي عنده كوتينيوس تي سيل لمفوما اللي فيه كقرا، هيجد ان في ستيج لهذا المرض، ربما يجي على هيئه باتش، ربما يجي على هيئه بليك، ربما يبقى الموضوع متطور عن كده فيجي على هيئه نيديول، ربما يتطور أسوأ من كده يبقى ريسلودر. كنت بجد ايه؟ ان انت لما يجي لك بيشنت عنده ام اف او كوتينيوس تي سيل لمفوما، انت بتحتاج تاخد بايوبسي، فبتاخد بايوبسي من باتش، بتاخد بايوبسي من بليك، بتاخد بايوبسي من ميديول وتشوف الدنيا فيها ايه. البيشنت عنده ميديول كبيره جدا. انتوا عارفين المكان اللي انا باخد منه البايوبسي، لما البيشنت يجي يعمل لي فولو اب او يجي يبص على الريزلت بلاقي المكان ده ايه؟ ابتدى يتحسن. ده اللي انا اقدر اقول عليه ايه؟ ريفرس كابنرايزيشن. طب ليه اتحسن؟ من الاخر لما انت عملت فيه تروما، لما خدت بايوبسي وعملت تروما في المكان ده، ايه اللي ابتدى يظهر فيه؟ انفلاميشن. ربما الانفلاميشن اللي ظهر ده عمل مضاد او عمل كانتي انفلاماتوري باث واي للسورايسيس، يعني كان في خناقه حصلت في المكان ده ما بين السورايسيس كويس وما بين الانفلاميشن اللي ايه؟ اللي حصل. علشان كده نفس الفكره دي هي فكره الايه دكاتره؟ فكره الحجامه كويس. النبي صلى الله عليه وسلم قال من يعني من ضمن طرق الايه العلاج، وحتى دلوقتي بيستخدموها لعيبه الكوره ولعيبه الجيم و الحجامه. فكره الحجامه في بعض الحاجات انها ممكن بتحسن بعض الليجنز، ليه؟ بتعمل انديوس انفلاميشن في هذا المكان. طيب يبقى انا دلوقتي عرفت شويه حاجات كده عن الايه، عن الفاريانت، عرفت الفاريانت بتاعي كشيب. طيب تعالوا كده، يبقى احنا خلصنا الشيب، وقلنا الشيب يا اما يبقى كبير جيوغرافيكال او ديسكويد او انيولار، وفكرتكم الانيولار بنقطه الامبيريكس. بعد كده ممكن لو نقاط جطيت، وقلنا الجطيت ده معاها كلمه واحده مهمه، حد فاكرها؟ كلمه مهمه، ما هي الكلمه المهمه في الجطيت؟ ستريبت. الفوليكلر، وفهمنا الفوليكلر بتيجي عاده في الفيميل لريموفال. اللينير كابنرايزيشن، عرفنا يعني ايه كلمه كابنرايزيشن، عرفنا انها مش سبيسيفيك، عرفنا ان في انواع للكابنرايزيشن،
عرفنا ان في نوع لطيف قوي اسمه ريفرس كابلاريزيشن. تعالوا ندخل على السايت، والسايت لما نيجي نتكلم هنا سكين وهير ونيل وميوكوس ممبرين، اربع حاجات. لما اجي اتكلم على السكين قلنا عندنا مكانين يعني بيثيروا بعض الايه التساؤلات. المكان الاول البالمو والسول، لما تيجي تبص على المنظر ده ايه ده؟ ده انا عندي السورايسيز يجي باشكال وانواع مختلفه. وعلشان اسهلها عليك هرسم لك رسمه جميله خالص. تعالوا كده ايه نشوف الرسمه دي. تخيل لو عندك ده نورمال سكان، هبتدي اقول لك الاحتماليات اللي ممكن تحصل فيه. بص المنظر ده، هبتدي اعمل لك ايه منظر بالشكل ده. هو ايه الشكل ده يا اصدقائي؟ ده انا كاني بالظبط عامل سكيلز، بس فيري ثيك سكيلز. الفيري ثيك سكيلز دي احيانا بتدي منظر الكون شيب، فعلشان كده بيسموها بويد سورايسز، وهوريك المنظر بتاع بويد سورايسز. وربما مش بس تشوف على فكره في السكن، لا لا لا، ده انت في البالم والسول، ده انت ممكن حتى كمان تبتدي تشوفه في الترانك، ودي حاله انا ممكن شفتها مره واحده بس. كنت بتلاقي السكيلز مخدره من كتر الثيكنس بتاعها، سبحان الله يعني. او يبقى المنظر كده ايه ده؟ يعني مش ريبويد، لا لا لا، جاست ثيك سكيلز. فكانك بتمشي ايه؟ بتمشي واحده واحده. ماشي. بص بقى الموضوع ممكن يبقى أسوأ من كده. بص المنظر ايه، يعني هيبقى شرطه واحده عاليه؟ يا ريت. ده ابتدى يظهر ايه في السكن؟ فشل. فشل. بالظبط. فكانك بتمشيها واحده واحده. كويس، الحفظ لازم يكون متسيستم، مش واحده واحده. يبقى البويد شيب، ثيك سكيلز، فيشلز. او ممكن تلاقي كل ده مع بعض. يعني قصدك ان يكون في نوع اسمه ميكسد. يبقى انا دلوقتي خدت كم نوع يا دكاتره؟ اربع انواع، يا روبويد يا ثيك يا فيشرز يا ميكسد. بلس ان ممكن تلاقي نوع ملوش علاقه بده بقى خالص، تلاقي ابتدى يظهر لك، وده نوع هنتكلم عنه، مجموعه من الباستيولز، وده بالمو بلانتر باستيلوزس، وده ريليتد تو باستلر سويس. كويس. يبقى لما نيجي نبص هنا هنبتدي نقول ان احنا بنسبه كبيره طبعا عندنا انواع اكتر من كده، ولكن ده الشائع اللي هو الايه الخمس انواع دول، روبويد سلايسز، ثيك سلايسز، فيشرز هنلاقيها، او ميكسد، او باستلر سلايسز. تعال نشوف تطبيق لهذه الايه المعلومات. ايه رايكم في المصدر، في المنظر ده؟ ده نقدر نسميه ان اي نوع المنظر ده؟ فيشر. طب تعالوا بصوا على المنظر ده، شايفين السكيلز شكلها عامل ازاي؟ تحس انها ايه؟ كاين شيبت. طب بص المنظر ده، تحس انها شكل ايه شويه؟ فيكس. طب ما تيجي ندردش كده شويه، حد يقدر يحط لي ديفرنشال دايجنوزس للحاله دي؟ نفكر مع بعض، يلا نحط ديفرنشال دايجنوزس واكتبوه عندكم لان ده مهم جدا يا دكتور. اول حاجه انا كتبتها سورايسس، يلا قول انتوا الباقي بقى. سكندري سيفلس. برافو عليكي، سيفلس. ايه تاني؟ شوف كده، برافو عليكم، اكزيما. ايه تاني؟ هاند فود سيندروم. هاند فوت طبعا كديفرنشال كسايت ممتازه، ولكن كشيب مش هيجي قوي بهذا المنظر، يعني ممكن يختلف شويه، فممكن نخليها رقم 6. ايه رايكم؟ بالمو بلانتر كاتوجين، مهم جدا جدا. طيب ازاي افرق اذا كانت الحاله دي سورايسيس او بالمو بلانتر كاتوجين؟ اديك مثال، لو قلت لك بيش انت عنده سنتين وجالك والده يقول لك والله اخوك كبير كان كده، والولد ده مولود بهذا الشكل، البالم والسول في هايبر كيراتوزس، يبقى تتوقع الحاله دي سورايسيس ولا بالمو بلانتر كاتوجين؟ بالمو بلانتر كاتوجين. طيب احكي لكم حكايه البيشنت اللي كان بيشنت جالي عنده سكيلي اي بالما اند سول بهذا المنظر، ولكن السيفلس بينه وبينكم دكاتره بيكون في ايه السكيلز بتبقى مديها زي الايه كولاريت كده شويه، هبقى اجيب لكم هنصطدم بيها يعني. فالبيشنت انا شفته حاله سيفلس، قلت له طيب كان في اي سيكشوال هيستوري البيشنت؟ لا مفيش اي سيكشوال هيستوري. يا حاج يرضيك يهديك مفيش خالص.
طب خلاص نعمل الفي دي ار ال والار بي ار ونشوف النتيجه ايه. عملهم الاثنين بوزيتيف. قلت له طيب هي الحاله دي حاله سفلس يا حبيبي. كويس؟ فلازم يكون في ايه؟ في سيكشوال كونتاكت. قال لي والله يا دكتور لا ده كان من حوالي ايه 3 سنين 4 سنين. قلت له لا يا حاج يعني بنسبه كبيره كده ممكن تكون الحاله دي كانت قريبه. قال لي اه وكمان كان عندي ايه قرحه كده على الايه؟ على البينس بالظبط من ايه؟ من شهر ولا حاجه. فطبعا القرحه اللي على البينس دي كانت ايه؟ شنكر بالظبط. فلما قال لي القرحه على البينس من شهر يبقى اكيد الحاله دي لا تتعدى 3 شهور. هو الانكيوبيشن بيريد بتاعت السيفلس كام؟ من 9 الى 90 يوم. تمام؟ فبتبقى من الحالات الايه؟ اللطيفه يعني. فتلاقي البيشنت بينبهر بيك جدا جدا. وانت من الاخر حافظ انكيوبيشن بيريد مش حافظ حاجه يعني. طيب ايه تاني ممكن نحط ديفرنشال دايجنوستكس؟ مهم برضه. بالذات لو كان في البوث سول. لو تو سولز كده بهذا المنظر اهم حاجه ما ننساش نشوف كده. والله اللايكن بلانس ممتاز ممكن نحط ديفرنشال دايجنوستكس صح صح. عايز اقول لكم السولز دي ما ننساش التانية بليز. ومن الاخر كده تعالى دردش معانا. انهي من دول اقدر اعالجه بسهوله؟ يعني انهي من دول يمكن معالجته غير السيفلس؟ هو تينيبيتس. عشان كده اي حد يبعت لي حاله بالم بلانتر كيراتوداما. بس طبعا بيكون السيفلس سوري بيكون التينيا بيديس ليها برضه ساينز يعني مش برضه مش اي حاله اي حاله. ببتدي اقول له ستارت اند فانكشن. ليه؟ اصل بيني وبينك ده الحاجه الوحيده اللي ممكن اقدر عليك والباقي ممكن ما اعرفش. كويس؟ هتبقى حاجه برولونجد. طيب يبقى احنا كده خدنا النماذج بتاعتنا. مهم جدا تكتبوا الديفرنشال تكتبوا الديفرنشال ده يا دكاتره مهم قوي قوي. وادي اخر منظر عندنا ده اللي انا بسميه الايه؟ ال باستري. طيب كده خلصنا البالم والسول. تعال نشوف الفليكشنال سلايسز. دكتور عبد الرحمن انت ليه حطيتها في موضع مختلف؟ هقول لك بقى. تعالوا كده نفكر. البيشنت ده هو البيشنت الوحيد في سلايسز يوجوالي اللي انت هتشوفه من غير سكيلز. حد يقدر يقول لي ليه هشوفه من غير سكيلز؟ اشمعنى ده؟ موست اريا. بالظبط. ان كل ما تكون الحته دي مويست كانك بالظبط يعني يعني انتوا عارفين ايه اشهر علاج بنستخدمه للبيشنت اللي عنده صدفيه؟ اشهر علاج ايموليانس. ايموليانس ليه؟ علشان ابتدي ادوب الايه؟ مش ادوبها حتى اخلي السكن مويست اخلي السكن طري على البيشنت. فلذلك لما بستخدم ايموليانت ما تلاقيش سكيلز. فالفليكشنال اريا دي الحتت دي ما فيهاش سكيلز اصلا. ليه؟ هي مويست طول الوقت. ومن النقطه الثالثه الثانيه انها يوجوالي بتكون اتشنج. بيني وبينكم تعالوا كده ايه نتكلم بقى كلينيكال. سيبوكم من الكتب شويه. اي حد فيكم ذاكر ذاكر سرايسز هل بيكتبوا ان السرايسز ده اتش ديزيز ولا نان اتش ديزيز؟ معظم الكتب والتكست بوك تلاقيها كاتبه نان اتش. ولكن عايزك كده يعني اعملها ستادي ما بينك وما بين الايه؟ وما بين البيشنت. عايزك كده تعمل فولو اب للحالات اللي هتجيلك. اسال اي مريض صدفيه عندك اتشنج ولا لا؟ عارفين الاجابه بتكون ايه؟ سيفير اتش. ما فيش بيشنت يقول لك نون اتش. فلذلك كان دايما بحس النقطه دي انتوا على اي اساس كاتبينها؟ اتش ديزيز نون اتش ديزيز. ده انا ما فيش ولا بيشنت من سكالب سورايسز لحد النيل الا بيجي يقول لك في اتشنج ما بين مايلد مودريت ايفن حتى سيفير. ده لدرجه ان في بيشنت بيجي لك يقول لك انا اللي مضايقني الهرش مش مستحمل. كويس؟ فبينه وبينكم سورايسز ده ديزيز ايه؟ اوف اتش ديزيز يعني. طيب تعالوا كده بقى ناخد الايه؟ الهير والنيل والميوكس ميمبرين. لما تيجي تتكلم عن الهير نفس الكلام. انا عندي شاربلي ديماركيتد اريثيماتس بليك او باندز ودي كلمه مهمه والسيلفر لامينيتد سكيلز وبتبقى فك. طب معلش يا دكتور عبد الرحمن انا هبتدي اعرفها ازاي؟ يعني تعالوا كده نبص على المريض ده ونبتدي نحط مجموعه من السيناريوهات. نتخيل ان الراجل ده دخل لك العياده. نتخيل كده دخل لك العياده وقال لك يا دكتور انا عندي قشره في فروه راسي. ممكن حضرتك تقول لي سببها ايه؟ تعالوا نفكر مع بعض. انا هحط اول سبب والله هفكر في سورايسيس. كل ده ديفرنشال عايزكم تكتبوه ورايا. عشان كده اي ورق انا ببعته دايما اوصي الناس ما تطبعش وش وظهر. اطبع صفحه وسيب الصفحه اللي قدامها فاضيه، في حاجات بنزودها فدي تبقى ايه معاك.
فمثلا ادي البيشنت سورايسيس، حد يقدر يحط لي ديفرنشال تاني؟ ممتازين ممتازين، كويس كويس جدا جدا. الديفرنشال اللي اتحط والله في ناس قالت سيبوريك درماتيتس ممتاز، في ناس قالت تينيا كابيتس ممتازين، يعني كل ده سكيريسكال. وعلى فكره ممكن اقول لكم اكزيما ساعات بتيجي بالمنظر ده، ممكن اقول لكم كونتاكت وارد، ولكن بيني وبينكم واتس كومن از كومن. يعني انا لما يجي لي بيشنت ده هبتدي افكر ده سورايسيس او سيبوريك درماتيتس. واحد هيقول لي طب انت ليه ما قلتش تينيا كابيتس؟ من الاخر الراجل ده شكله راجل عجوز، تينيا كابيتس ما تجيش للعوض دي بتاعت الاطفال. اكزيما ممكن كونتاكت، والله لو راجل بيستخدم كريمات معينه حنه صبغه وارد، ودي بنشوفها في مجتمعاتنا كتير فوارد بتحصل. طيب تعالوا دلوقتي انا في تحدي مع المريض ولازم امشيه بنسبه كبيره بدايجنوزس، وللعلم دكاتره مش عيب اقول للمريض مش عارف، ولكن تقولها بطريقه شيك شويه كويس. يعني احيانا يجي لك المريض يقول والله احنا محتاجين ناخد علاج ونعمل متابعه وان شاء الله تكون مجرد اكزيما دهنيه بسيطه، فالبيشنت يسمعك يكون خارج راضي، وانت في نفس الوقت ما قلتلوش انت عندك اكزيما اكيد ان شاء الله تكون اكزيما بسيطه، لان الحاله دي بتشبه الى حد كبير موضوع الايه اسعافات، فاحنا عايزين بس نستبعد الامر ده. فهو ازاي هترقي المعلومه، البيشنت هيستقبلها ازاي، هو ده اللي بي ايه هو ده اللي بيعمل ريليشن ما بينك وما بين المريض. فالبيشنت ده بيني وبينكم لو البيشنت ده جالي انا هبقى ما بين نقطتين، يا عم الحاج انت سورايسيس ولا سيبوريك درماتيتس؟ من الاخر ابتدوا كده بصوا على البيجن، هو سيبوريك درماتيتس معناها انها اكزيما ايه باللغه العربيه؟ اكزيما دهنيه. فلما تيجي تمسك السكيلز كده هتلاقيها مدهنينه في ايدك. بصوا على البيشنت ده لما تيجي تبص عليه هتلاقي السكيلز كلها ايه؟ دراي. الله، يبقى دي اول نقطه، يبقى شايف اول نقطه كده خدناها ده دراي سكيلز، يبقى ده بنسبه كبيره سورايسيس. ثاني نقطه السيبوريك درماتيتس بتحترم الهيرلاين، يعني ايه؟ عاده ما بتتخطاش الهيرلاين، تشتغل جوه بس كويس. لكن البيشنت ده بص المنظر، هو المفروض ده الهيرلاين على فكره، ده ايه المنظر ده؟ ده البيشنت ابتدى يدخل على الفيس كويس، يعني ابتدت السكيلز بتاعته تؤثر اصلا على الفيس كمان. طيب ده كلام جميل، يبقى انا دلوقتي خدت ايه؟ خدت كذا معلومه اقدر اقول ان ده سورايسيس او سيبوريك درماتيتس. طب هل في حاجه كمان ممكن تعرفني؟ وانا بجمع داتا بيني وبينكم، النقطه اللي ممكن تساعدني جدا جدا يا دكاتره عارفين ايه هي؟ ان انا ابتدي اعمل فول اكزامينيشن لهذا البيشنت. هقول لكم سيناريو وتقولوا لي تتوقعوا ايه. لو قلت لك ان البيشنت ده عنده 26 سنه، عنده المنظر ده، ما قدرتش تحدد قوي هي دراي سكيلز ولا جريز سكيلز، ولكن ابتديت تحط ديفرنشال ديجنوس، يا ده يا ده، يا سيبوريك درماتيتس يا سورايسيس. قال لك والله يا دكتور انا عندي ليجن موجوده على الاكستنسورز بقى لها فتره، يبقى انا دلوقتي ارجح السيبوريك درماتيتس ولا السورايسيس؟ لا ابتدي سورايسيس. سورايسيس، لذلك انت كل اللي انت بتعمله مع البيشنت لعبه قط وفار فعليا، يعني لعبه القط والفار، ان انا ببتدي انت ما ما ما, ما انت الا محقق كويس، بتبتدي تحقق مع البيشنت عشان تطلع منه بمعلومه تفيدك. طب تخيل الوضع بقى كالاتي، البيشنت ده ميل 27 سنه، نفس الحكايه سكيل سكالب، لكن لقيت السكيلز مين اللي موجوده على الاسترنم، عنده سكيلز في الفيس على الاي براوز، يبقى انت بنسبه كبيره سيبوريك درماتيتس. ممتاز، يبقى انا دلوقتي كل اللي انا بعمله ان انا بحاول اخد البيشنت بتاعي اوجهه لاي باثوي. طيب بصوا يا دكاتره، بما ان البيشنت بتاعنا البيشنت بتاعنا عنده سكيل سكال نتيجه سورايسيس ذا انفلاميشن، ووجود هذا الانفلاميشن ربما يديني مؤشر واضح جدا جدا يا دكاتره ان في انفلاميشن في السكالب، يبقى توقع ان الهير ممكن يتاثر، فتلاقي معظم الحالات دي معاها تيلوجين افلوفيوم. وات از مينينج اوف تيلوجين افلوفيوم؟ سورايسيس ده ستريس، سورايسيس ده فيزيكال ستريس مش وسايكولوجيكال كمان تمام. لذلك هتلاقي ممكن البيشنت اللي عندهم فيتلايجو سورايسيس مشكلتهم
جزء منها كبيره سايكولوجيكال شكله، تمام؟ فاحنا عندنا دلوقتي نقطه الايه، الاسوشيشن، خدنا اسوشيشن مهم جدا في السورايسيس، في حالات الستريبتوكوكال بيعمل لنا جاتيت، ودلوقتي السكالب سورايسيس يعمل لنا افلوفيا. طيب يبقى انا دلوقتي كل دي مؤشرات بالنسبه لي بتبتدي توجهني ناحيه انا في اي نوع من السورايسيس، شاربلي ديماركيتد، اريثيميتال، سيلفر لامينيتد. قال لك السايد بقى، بص يا صديقي ركز معايا، قال لك ادي السكالب مثلا، نتخيل ان ده ودن شخص، وادي عينيه، وادي مناخيره، وادي بقه. قال لك وارد تلاقي الليجن بهذا المنظر. طب لما تلاقيها كده، دي اسميها ديفيوز، دي اسميها لوكالايزد، او وارد تلاقيها جايه على الاماكن دي بس. فيوجوالي هي كده واخده الايه؟ هير لاين. او وارد تلاقيها كده. يبقى يا اما جوه يا اما بره يا اما جوه وبره ديفيوز. كل الحاجات دي هتشوفها يا دكتور، كل الحالات دي هتشوفها، واحتمال تشوف البيشنت في ستيج في المتابعه اللي جايه تلاقيه دخل في ستيج تاني. كويس؟ يبقى انا دلوقتي يا لوكالايزد يا ديفيوز يا هير لاين والجراتاش تيست بوزيتيف. طيب تعالوا ندخل بقى على النيل سورايسيس، ودي ايه؟ الخاتمه بتاعتنا ومحتاجين نركز فيها شويه. قبل ما نبتدي نتكلم عن النيل سورايسيس، انا محتاج في البدايه اعرف النيل مكون من ايه. ركز معايا، النيل يا صديقي مكون من حاجه اسمها النيل بيت، النيل بليت، اللي هو الظفر اللي احنا بنقول عليه الايه، الظفر. كويس، الظافر. فده النيل بليت اللي بنبتدي نقص النيل بليت. طيب النيل بليت ده يا دكاتره يهمني فيه نقطتين، النقطه الاولى مين اللي كونه، والنقطه الثانيه نايم فين. بما ان النيل بليت واخد السكين اللي تحتيه كسرير، يبقى هنسمي الجزء اللي تحتيه ده ايه؟ نيل بليت. نيل بليت دي اول نقطه. طيب مين اللي بيكون النيل؟ قال لك كده، ايوه بالظبط، الجزء ده النيل ماتريكس. عايز اقول لك حاجه بقى، اهميه ان انا اعرف الكلمتين دول ايه، ان انا هعرف كلينيكال بيكتشر لما يحصل سورايسيس في النيل بيت هيبقى الشكل عامل ازاي، ولما يحصل سورايسيس في النيل ماتريكس هيبقى الشكل عامل ازاي، وان انت تبقى عارف ان النيل ماتريكس هو اللي بيعمل النيل بليت، هو ده اللي بيعمل النيل بليت. وهقول لك النقطه دي هتساعدنا ازاي. فانا بالنسبه لي دي اول معلومتي، ان حضرتك تعرف ان في حاجه اسمها نيل بليت، ان سيادتك تعرف ان في حاجه اسمها نيل بيد، ان معاليك تعرف ان في حاجه اسمها نيل ماتريكس. النيل بليت اللي هو الضفر بتاعنا، والنيل بيد اللي بينام عليه النيل بليت، والنيل ماتريكس اللي بيكون النيل بليت. طيب تعال بقى نرجع لبقيه المعلومات. الايتيولوجي عندك في هذه الحاله سورايسيس. الابيديميولوجي اب تو 80% من الحالات، عارفين يعني ايه؟ يعني بنسبه كبيره من كل 10 عينين 8 عندهم نير افكتد. وده يقول لك ان انت لما تيجي تدخل على مريض وتلاقي المريض ده عنده سورايسيس وما تكشفش على السكالب، ده احنا من شويه كنا بنقول سكيل سكالب تنقص وحقه ينقصك، ما تكشفش على النيل تنقص ومن حقه ينقصك في الدرجه. طيب الكارثه بقى والمشكله ان بيشنت جاي لك بنيل نيل بس نيل سورايسيس، يعني واحد ما عندوش اي حاجه وجاي بنيل سورايسيس، يعني جاي لك بالمنظر ده اللي انا هبتدي احكي عنه بعد شويه، ولا عنده سكالب ولا عنده سكين ولا عنده ميوكس ميمبرين، ما عندوش اي حاجه، 5% ايزوليتد بس عنده نيل سورايسيس. طيب تعالوا كده نفهم بقى حصل ايه، وتعالوا نتخيل مع بعض. تخيل يا صديقي لو النيل بليد ده حصل فيه سورايسيس، هو السورايسيس ده معناها لو حصل في السكين يعني ايه، شاربلي ديماركيتد بابيول وبليك، ومعاها اهم كلمه حصل سيلفري لامينيتد سكيلز. تخيل الضفر كده كويس، وادي عندك النيل بيد هنا، تخيل يبتدي يظهر سكيلز 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 سكيلز، بص المنظر يبقى عامل ازاي. هتشوف ايه تحت النيل بيد، النيل بليت هتشوف ايه؟ هشوف هايبر كيراتوزيس. طب لما يظهر كده في حته بروكسيمال شويه هتشوف شكل الكيراتين، عارف الكيراتين بيبقى شكله ايه؟ اصفر، فتحس ان هو مدي اويل دروبس. يبقى انت على الديستال بارت كويس
ممكن تبتدي تشوف الكيراتين، ممكن يديك منظر الاويل دروب في البدايه، كيراتين كويس حاجه صفراء تحت النيل، وبعد شويه يبتدي يزيد 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 يزيد، فتلاقي ابتدى الكيراتين يبظ بره الايه؟ فين لما تيجي تاكل حاجه مليانه شوكليت كده تلاقيها بظت كده كويس؟ هايبر كيراتوزيس، تلاقيه ابتدى يخرج تحت النيل بليت. طب لو الموضوع ابتدى يزيد عن حد يا دكاتره، بص المنظر، ايه اللي هيحصل في النيل ده؟ هفقده تماما، نيل لوس، اللي انا بسميه اونيكو لايسز، فقدت النيل عن بكره ابيه. يبقى انا دلوقتي لو عندي مشكله في النيل بيد، انا عندي ترتيب احداث. اول حاجه شويه كيراتين، حاجات بسيطه خالص، فتلاقي البيشنت عنده اويلي دروب. بعد كده الموضوع ابتدى يتطور، يحصل هايبر كيراتوزس، سب انجلر هايبر كيراتوز. بعد كده الموضوع تطور اكتر واكتر لدرجه ان انا ايه اللي حصل لي في النيل بليت؟ فقدته، اورينكولايتس. طب تعالوا كده نشوف لو النيل ماتريكس فيه مشكله. هو لو النيل ماتريكس فيه سورايسز، هل هيظهر لي حاجه تحت النيل بليت، ولا المشكله كلها هتبقى في الصناعه بتاعت النيل بليت؟ المشكله كلها هتبقى فين؟ في الصناعه. الصناعة. فلذلك يقول لك قد يكون مشكله الصناعه في اجزاء طفيفه من النيل، فتلاقي حتت من النيل بقى فيها كيراتين النيل بليت نفسه، والكيراتين يقع. يعني ادي النيل بليت، تلاقي المفروض هنا في كيراتين زياده، ما هو النيل بليت ده كيراتين اصلا، في كيراتين كيراتين كيراتين، بعد كده يبتدي يفقد الكيراتين، فتلاقي مكان النيل بليت ابتدى يظهر فيه ايه؟ زي المنظر اللي انتم شايفينه ده، حاجه اسمها بيتنج نيل. يبقى عمرك ما تتلخبط لما يجي لك ام سي كيو يقول لك النيل بيتنج ده مشكله في النيل بيت ولا في النيل ماتريكس؟ لا، ده مشكله في صناعه النيل ماتريكس. طب تعالى اديكم منظر، قلت لك تخيل بقى لو ايه؟ النيل كله في مشكله، النيل كله مليان كيراتين، طب الكيراتين ده يديني لون شكله ايه؟ ابيض شويه، فيقول لك النيل بقى ماله؟ ليوكو ميكي. يبقى انا دلوقتي عندي نقاط مهمه، السورايسيس في النيل جالي فين؟ هل جالي في النيل بيد؟ فابتدى يرفع النيل بيد شويه ويديني منظر اويل دروب، فابتدى يرفعها اكتر يعمل لي هايبر كيراتوزس، ابتدى يرفع النيل اكتر ويوقعه اونيكولايسيس، ولا المشكله في النيل ماتريكس المصنع؟ والله النيل ماتريكس عمل لي مشكله في كذا نقطه، دي بسميها بيتنج اوف ذا نيل. عمل لي مشكله في النيل كله، هيعمل لي ايه؟ يبيض النيل كله، ليوكو نيكي. طيب اعالج البيشنت ده ازاي يا دكتور؟ الانفستيجيشن لسه هنذكرها طبعا. اعالج البيشنت ده ازاي؟ هقول لكم طريقه اللي المفروض بتتعمل، او الاسهل ان احنا بنحقن انترا ليجنال استرويد. نحقنها فين؟ فوق النيل ماتريكس على طول في الجزء ده، انترا ليجنال استرويد في الاجزاء. طيب النقطه الثانيه، لما انا هحقن انترا ليجنال استرويد احقنها كل قد ايه؟ من 3 اسابيع لشهر، ونبتدي نشوف الفولو اب بتاعها، والكلام ده هنستفيد لسه فيه، او بالفايف فلورو يوراسيل. وهقول لكم حتى طريقه جميله جدا لو انت ما عندكش انتراليجنال او البيشنت رفضها او الفايف فلورو يوراسيل، بيني وبينك كده هنستخدم طريقه التدكيك. انت هتقعد تجيب شويه توبيكال استرويد، كالسينورين انهبيتور، فيتامين دي 3 انالوج، لسه هنتكلم عن الحاجات دي، وتبتدي انت تدككها تحت النيل، تقول للمريض دخلها تحت النيل كويس. البيشنت ساعات بيتحسن معاها الدبروساليك كمان، فتلاقي الليجن ابتدت تتحسن في هذا البيشنت، والمره الجايه ربما هنستفيد في هذه النقطه ونستفيد في الباثوجينيسيس ان شاء الله. حد عنده اي سؤال يا دكاتره؟ حد عنده اي سؤال؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. السودو كوبنر يا دكتور تاني لو سمحت. طيب السودو كوبنر هو حدث نتيجه انفكشن، يعني انا مثلا عندي وورت في الفيس، فهرشت في الفيس على الوورت، بعد كده اقوم هرش فين؟ عندي في مثلا في الهاند، فابتدى يظهر لي وورت في الهاند. هل الوورت اللي في الهاند دي، او سوري، السبب الوورت اللي حصل لي في الهاند ده كان سببها ايه؟ كوبنرايزيشن؟ لا، ده انا عملت ايه؟ انفكشن لنفسي. فلذلك هي مش كوبنر بالمعنى الصحيح، نتيجه ديفكت في ريسبتورز، ولا نتيجه ديفكت في جروس في ابيديرمال جروس فاكتورز. لا، هو مشكله ان انا عملت انفكشن من مكان لمكان، فدي مش ترو كوبنر، ده عباره عن سودو كوبنر.
واضحة؟ طيب اه تمام شكرا. حد عنده أي سؤال يا دكاترة؟ طيب خلاص إن شاء الله بإذن الله أبعت لكم دكتور كده. سؤال بس ممكن؟ أه اتفضل يا دكتور. دكتور ما فهمت شلون البيتنج يصير المشكلة من النيل ماتريكس. طيب نبص كده مع بعض يا دكتور. إحنا عندنا اللي بيعمل النيل المصنع اللي اسمه الماتريكس. ده المصنع اللي بيعمله. فلذلك أي ديفكت هيكون في المصنع هيؤدي إلى ديفكت في المنتج. يعني النيل بليد بتاعنا بيصنع عن طريق مصنع اسمه ماتريكس. طب المصنع ده فيه سورايسز نفسه، الماتريكس نفسه فيه سورايسز. فبالتالي مشكلة السورايسز إن هو بيعمل ديفكت أصلاً فين؟ ديفكت في الكيراتينيزيشن، ديفكت في يعني كيراتينيزيشن ويؤدي إلى حدوث سكيلز. فتلاقي النيل بليد نفسه ابتدى يبقى affected فيبتدي يظهر فيه عيوب. عيوب. كويس؟ فتلاقي ابتدى يظهر فيه بيتنج. طب لو النيل ماتريكس مضروب تماما عن بكره ابيه، شغله كله غلط، قال لك الموضوع هيتخطى البيتنج بقى، فتلاقي النيل كله بقى لونه ابيض كده، ديفكت فيه كله اللي انا بسميه ليوكو نيكيا. ليوكو ايكوال وايت، نيكيا ايكوال نيل، وايت نيل. تمام؟ شكرا. العفو. أي سؤال آخر؟ شوف كده. What is the legion in picture? أوكي. طيب. تعالوا نبص كده للصورة. كل اللي إحنا شايفينه ده دكاترة هنقسم الليجن بتاعتنا. المنظر ده يبدو إن في عندنا أدي هو ده شكل أكبر. إيه رأيكم في دي؟ دي مديها أويل دروب. أويل دروب. الحته دي تحس ان في نقطه زيت. المصريين يفهموا الكلام ده كويس. في حاجه اسمها الايه، الفلافل او الطعميه، كويس، او الناس اللي بتاكل بطاطس كده، فتلاقي او البطاطا باللغات الاخرى لما تحطها على ورقه تلاقيها مبقعه زيت. نفس المنظر ده، اويل دروب. طب ده ديفكت نتيجه النيل ماتريكس ولا النيل بليت؟ ده نيل بيت. البيت بالظبط. طب امال المنظر ده ايه ده؟ بيتنج. بيتنج. ده ديفكت تحت هنا ولا ديفكت من المصنع؟ مصنع ماتريكس. ماتريكس. واضحه كده يا دكاتره؟ التريتمنت ده هو اخر سؤال دكتور، ممكن تكون السورايسز مع بعض بالنيل بيت والنيل بليت يعني؟ طبعا ممكن. طبعا ممكن. اوكي. طبعا ده الشائع اصلا، ده اللي بيحصل. اوكي خلاص. العفو. حد عنده سؤال يا دكاتره بالنسبه للتريتمنت؟ هنستفيد فيها المره الجايه، فيها الكلام شويه، فنفضل نخليها المره الجايه ان شاء الله مع الباثوجينز. حد عنده اي سؤال يا دكاتره؟ طيب خلاص ان شاء الله كده المره الجايه نبدا بالباثوجينيسز، والمراجعه بكره ان شاء الله الصبح برضو بالليل، وهبعت لكم مواقيت المراجعه ان شاء الله بلينك جديد. نشوفكم على خير ان شاء الله يوم الاثنين الجاي. سلام عليكم. تصبح على خير. شكرا يا دكتور. الله يسعدك. الله يبارك فيك. يعطيك العافيه دكتور. ربنا يبارك فيكم جميعا. نشوفكم على خير ان شاء الله. سلام. ربنا يبارك فيك يا دكتور. شكرا جزيلا.